السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بجميع أعزائي المشاهدين ومستمعي قنوات الدوري والكأس من هذا الاستديو الخاص في تغطية مسابقة هدد التحدي. طبعا وصلنا وياكم إلى رابع أيام المهرجان ورابع أيام مسابقة هدد التحدي، يوم مميز يوم مثير بإذن الله، راح نعيشه سويا يتوعد من خلاله جميع المشاركين بناموس التأهل في مسابقة هدد التحدي، راح نعيشها سويا طوال حلقة اليوم، فمرحبا ومسهلا بالجميع. إلا برد الجو يا طير وذعذع وامع أبوب الصفاري عقب المقيض اللي تعاد المحاذير هب البراد وزني وقت المزاري هب البراد وزاني وقت المزاري لا والله إلا برد الجو يا طير ذعذع هواه محبوب الصفاري عقب المقيض اللي تعاد المحاذير هب البراد وجاني وقت المشاري بعلمك يا طير علم الصقاقير كل طار له مثل حالي طواري مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين ومستمعي قنوات الدوري والكأس في هذا المهرجان، مهرجان المميز، أكبر تجمع للصقاقير وتوعدهم بالأخص في مسابقة هدد التحدي في رابع أيامه، كما عشنا في الأيام الماضية المجموعة الأولى وحتى مجموعتنا لهذا اليوم شفنا كثير من المشاركات، كثير من العروض المميزة والتي تكون في الذاكرة في هذا النوع من التحديات. طبعا عبيد فخرو لم يستسلم داء في المقدمة، وأيضا هالشواهين يسعون للحصول على المتأهل الأول ويعتبر ناموس لهالشواهين بشكل عام. نعرض لكم حاليا أعزائي المشاهدين ميدان صبخة مرمي، ميدان مسابقة هدد التحدي، مثل ما نشوف أعزائي المشاهدين حالة الطقس، درجة الحرارة 25 والرياح شرقية جنوبية وسرعتها 9، بإذن الله أنها لن تكون عائق على هالشواهين في مسابقتهم لهذا اليوم في هذا التحدي السنوي، في هذا التحدي المميز بين هالشواهين وعبيد فخرو. مثل ما شفنا في الأيام الماضية ما زال التحدي موجود، وبالفعل الاسم على مسمى هدد التحدي، الجميع يسعى من خلاله بالفوز والتأهل للمرحلة النهائية في هذا المهرجان، مهرجان مرمي في نسخته العاشرة بكافة التجهيزات المقدمة من اللجنة المنظمة
نتكلم عن الأسواق الشعبية الموجودة، السوق الداخلي للمهرجان مرمي، المستشفى الطبي للطيور، أيضا مشاركة الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم في الميدان الخلفي للرماية، المكان طبعا مفتوح للجميع للمشاركة، لحتى أكيد المسابقة المقدمة من الاتحاد ومن اللجنة المنظمة. كافة الخدمات، كافة المرافق على أعلى مستوى متواجدة هنا في مهرجان مرمي، ومفتوح للجميع، لجميع الحضور، مشجعين ومحبين هذا النوع من المسابقات وهذا المهرجان. طبعا مثل ما نشوف أعزائي المشاهدين في الشاشة، دخول الجزء الأول من مجموعتنا لهذا اليوم، المجموعة الرابعة للتجهيز ما قبل انطلاق مسابقتنا لهذا اليوم. أكيد نتمنى لهم التوفيق، نقول الله يعينهم في هذه اللحظات، يعني الكل يطلب التوفيق من الله ويغلب عبيد فخر. شفنا للأيام الماضية خصوصا يوم أمس عبيد فخر في تصريحه، وحتى في مشاهدتنا للأحداث والفعاليات اللي موجودة، أضاف فروخ إنتاج 2018 2017، ولكن إلى آخر اليوم لم يحالف الحظ أحدا، ما راح نقول لم ينجح أحد، بالعكس مشاركتهم في هذه النوع من البطولات تعتبر نجاح بحد ذاته في هذا النوع من المسابقات. طبعا
مشاهدين مثل ما تابعنا وياكم أجواء ميدان صبخة مرمي ما قبل ابتداء مسابقة هدد التحدي في يومها الرابع في المجموعة الرابعة، وأكيد راح نحللها وندخل في جميع تفاصيلها مع ضيفنا علي بن سعيد النورة اللي دائما رحب تواجدك معنا على قنوات الكاس. الله يرحبك، على فضلها مسي عليكم ومسي على كل من يشاهدنا من خلال الشاشات، ونمسي على أخواننا اللي دخلوا الحين ونشوف دخول السيارات، نقولهم فالكم التوفيق الله يحفظهم. طبعا متفائلين خير، الحضور ان شاء الله انه طيب. اكثر الشباب اللي موجودين اليوم يقول انا ما اخذ حق الربع اللي راح، وان شاء الله باذن الله ناموسك ان شاء الله، ناموس اخوانك كلهم. طبعا هذه مداعبات من اخواننا اللي دخلوا، اكيد بس نسمعهم هم داخلين اكيد يرددون الناموس، هم ودهم يسولفون مع كل اللي هنا الين يقربون من 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 عبيد. فيها طيور وفيها أرقام، طيور دخلت أهلها إن شاء الله متفائلين بها خير، وهم ما حد بجاي هنا إلا إن شاء الله، لكن يبغى التوفيق نشوفهم إن شاء الله ونشوف هدداتهم إن شاء الله، أنها بتكون المتعة هي اللي فارضة تواجدها بإذن الله. طبعا بسعيد ذكرت لك نقطة أن أكثر من شارك في المجموعات اللي راحت دائما يردد أنها لشواهين في المجموعات الجاية إن شاء الله الناموس عندهم بيأخذون حقهم من التحدي مع عبيد فخر. هو جاء وكان يبغي الناموس ويبغي ياخذ النقطه له عبيد لذا الحين، وهو كل النقاط من صوبه، لكن ما دام انها راحت عليه فهو يبغي الثار، رب حد ياخذ ثار الطيور اللي راحت. وعندنا اليوم واحد من الطيور اللي بيهد ونقول فاله التوفيق اسمه ثار، قلت له ليش سميته ثار؟ قال هذا ياخذ ثار اخوانه اللي قدامه، فالله يوفقه اكيد اتمنى له التوفيق. نقدر نشوف ابو سعيد على الشاشه دخول المتسابقين للميدان والترتيب أمان المقدم من اللجنة المنظمة. أول شيء الشكر لله سبحانه وتعالى وللجنة المنظمة ولإخواننا، خصوصا إخواننا في قوة الخوية اللي موجودين للتنظيم، ودخولهم مع سيارات المشاركين وظهرانهم مع يعني عملية الدخول والطلوع من الميدان أو حتى من مخارج الميدان الموجودة، كلها تحت رغبتهم وتصرفهم هم، علشان يحافظون على أمن وسلامة الجميع في ظهور السيارات أو دخولها من الحوادث لا قدر الله أو شيء. فقدم لهم كل الشكر، بيض الله وجههم، يستاهلون. دائما تواجدهم واضح وعملهم مميز، يعني حتى إذا شفنا ثقافة المسابقة بشكل عام، المتسابقين دخولهم انتظامهم تعاونهم مع اللجنة المنظمة، هذا أكيد بندخل في تفاصيلها أكثر. أبو سعيد بإذن الله نشوف بس زميلي عبد الرحمن الأشقر موجود في الميدان، مسي عليك بالخير، عطنا جديدك أبو غفر.
أولا أمسي عليك زميلي راشد أكيد وبضيوفك الكرام مشاهدين الأعزاء. اليوم أول انطلاقة من الجولة الرابعة، للأمانة جولة حماسية. الحديث أكثر انضم إلي أحد المشاركين أكيد السيد سلمان بن عبد الله عبد الغني، الله يوفقه إن شاء الله. اليوم أول انطلاقة له ونقول إن شاء الله نبشر بالناموس. إن شاء الله إن شاء الله. اليوم طبعا أول طير، طبعا شاركنا قبل في الأيام الراحت، بس اليوم إن شاء الله نتمنى من الله إن شاء الله طير يكون قوي. أبو عبد الله يعني أنا يعني خلنا نقول من المتابعين ونشوفكم إن شاء الله آخر سفرة يعني تنومستوا بالحباري خارج قطر، ولكن هنا عند يعني خلنا نقول عبيد فخر التنوم الصعب عندنا. صحيح صحيح، حمامة يعني قوي وانت شايف مثل، لكن إن شاء الله نتمنى من الله اليوم طيرنا قوي، ونتمنى من الله إن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله. موفق وإن شاء الله الوعد بعد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. موفق. طول عمرك الله يجزاك. زميلي راشد هذا يعني أخونا سلمان، أول انطلاقة من عنده وبإذن الله مستبشرين خير، وهو أكيد وفريق تيوت. هذا كل ما لدي ولكم الكلمة في الاستديو. يعطيك العافية أبو عوف، أكيد مسي عليه بالخير سلمان عبد الغني وفريق تيوتا، وبسعيد أول مشاركة وابتداء المجموعة الرابعة فريق تيوتا. فريق تيوتا حظه صلى الله على محمد من أول المسابقة ذي الزمان ما بين الأول والثالث، أول طير ثالث طير، لا وإذا قد ثالث طير الأول والثاني غياب، فيكون هو على طول في وجه المدفع أو في وجه حمام فخر. نتمنى له التوفيق. الطير اللي اليوم حمد كان يوعدنا عليه من ثلاثة أيام أو من يومين، وهو يقول يوم الثلاثة بيكون الكلام غير، لكن حنا نشوف الحركة اللي سواها عبيد قبيلة وهي طبعا موجهة لتيوتا. أكيد نقدر نشوف على الشاشة بداية انطلاق المجموعة الرابعة فريق تيوتا، نتمنى لهم للجميع التوفيق بإذن الله تعالى. ننتقل للميدان. كان الشاف ما عليه توكل. بركة الله نبدأ في هدد التحدي مع أول المتسابقين طير فريق تيوتا. وصف هدفوله هدفوله يا ناس. أكيد تابعنا أعزائي المشاهدين بداية انطلاق مجموعتنا لهذا اليوم مع فريق تيوتا. وسعيد شفنا الانطلاقة الأولى، شفنا أول مشاركة، انطلاقة طيبة لكن ينقصها التوفيق. يعني حتى لو نتكلم تفضل. الطير ما عطى مجال حتى للتعليق، الطير طار من يد راعية وتنفر على طول، ما أدري هو فيه شيء الأسباب عند الطير، تعب أو لا قدر الله، ولا أنه قطع الرجاء في الحمامة من بداية النهار،
طبعا اتمنى ان المسابقين الباقيين هم يعني ما يقيسون على الحمامة هذي او ما يشوفونها يعني يستثنون نتيجتها. لو نتكلم حتى على حمام عبيد فخر الاس 400 اللي شفناها امس. نعم. انتاج 2018 الاس 400 كانت تطير على ظهرها، طيارها عادي جدا الين طلعت. عقب ما طلعت فطارت طيار قوي، حتى اللي كانوا اكثر الناس يقول لا الاس 400 ما طارت، لانه شافها هنا في الميدان طيارها اول ما طارت حليوه، بس عقب ما اعتنزت لا والله طارت طيار حتى شفناها في الشاشه. عبيد الرجل الذي لا يتغير كلامه، يقول الحمام هو الحمام، يعني ودكم تهدون ودكم ما تهدون اهل الشواهين، لكن هل الشواهين يقولون لها مو على كيفه انه يصرح. احنا تصريحنا الموجود مناحرين وورا الحمام ذا لين ينصد. حتى في بعض التعليقات تدري من جلساتنا اللي موجودة نقضيها هنا في مرمي يدور الكلام مثلا انتاج 2018-2017 إلى آخره. صحيح. لكن دائما يرددون المتسابقين وهل الشواهين يقولك لا إذا عبيد فخر بيشارك حط جهده كله طلع لنا لا المميز حتى يحسب لنا الفوز. شوف الناس الحين حتى من قسمين، حد يقول أنا أبغي أهد على فروخ، حد يقول أنا أبغي أهد على قرانيس. اللي عنده ان القرانيس خلاص اتعبت وقد يمكن قد بعضها قد شاف طير وكذا، وفي ناس يقول لك لا والله الفروخ ودي اهد عليها لكن الفروخ انشط، الفروخ توها مستقبله التدريب والفروخ، فيعني منقسمين لكن مستوى واحد. ابو سيد شو تشوف الافضل؟ واحد. ما اسمع شو تشوف الافضل؟ الافضل الافضل المقناص الحبارة ولا اني عومسني حمام عبيد، ولا عبيد جعله يسلم السامعين اخو الجميع وصدره وسيع للكل، وحتى حركته اللي هو يسويها وهي مد اصابعه فوق هذه بروحها، يمكن لو انه ما يهد حمام هذه بروحها تكفي اخوانه الموجودين عنده. والله ابو سيد عندي انها تشجعهم للايام الجايه. والله شوف انا اقول لك الحين اكثر الطيور حتى قام يعني عندنا طير اليوم ان شاء الله بينهد وهله ان شاء الله متأملين منه خير، طير علي بن سعيد بن عفير رقم 12 مسميه ثار. قلت له ليش سميته ثار؟ قال ثار الاخوان اللي قد هدوا قدامه، نبغى ربه ان شاء الله ياخذ ثارهم. فنتمنى ان شاء الله التوفيق. الاسامي وطيور واشكال والوان واوزان الطيور كلها، لكن عبيد مثل ما قلت لك ما يتغير كلامه، يقول الحمام مستوى واحد تدريبي واحد، لا عندي لا هد على طيارة ولا هد على ولا دعو ولا أهد الحمام أجيبها هد هنا ويعود العزبة، هذا تدريبه طبعا مع اللي هو يعطيه من المقويات أو الفيتامينات اللي يحتاجها الحمام دائما حتى للمسابقات، مهوب للمهرجان أو الحمام المهرجان. طبعا أبو سيد حتى الأسماء يعني اللي نشوفهم في الكشف واللي إن شاء الله راح يتابعونها معنا أعزائنا المشاهدين خلال فترة حلقة اليوم ما يختلفون عن اخوانهم في المجموعات الاولى، الاختلاف اسامي ما يختلفون قوية. عندنا فرق وعندنا اسامي صقاقير قد شاركوا وقد صار لهم بصمه في 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 مرمي، قد لهم وجود يعني قد اخذوا جوائز وقد تاهلوا على نهائيات، فهذه ما نختلف عليها، لكن احنا نختلف على ان الطير جاهزية الطير واستعداده، ومثل ما نعرف ان بعض الطيور توه ماخوذ وناقشوها الربع البارحه في عنه مرمي انها ما في جاهزيه للطير، يعني الطير يبغى له شهر او فوق الشهر، طير بيستقبل منك في خمسة ايام او في اسبوع، وطير بتقعد معه الى الشهر او الى فوق الشهر ما استقبل منك ولا طاع لا في دعو ولا في هدد ولا ما اعطاك، ما توجه الطير حده ما توجه، ما استفدت منه لا من طيار ولا من دعو. طبعا اعزائي المشاهدين نشوف المتسابق رقم 4 لمجموعتنا لهذا اليوم ودخوله الى الميدان، اتمنى له اكيد فاله التوفيق ان شاء الله. توفيق محمد سيف المنصوري يكون باذن الله اول متاهلين معنا في مسابقه هدد التحدي. بن معسف صقار ومشارك دائما، نتمنى لهم التوفيق وننتقل للميدان نسمع التالي. أما الآن مع المتسابق رقم 4 في الكشف
محمد بن سيف بن حمدان معشب المنصوري، الطير اسمه كتارة، والحمامة شو اسمها؟ نسميها علي بن سلطان خوزان، وهي اسمها في الصندوق كتارة، خوزان ولا كتارة؟ نقول يلا نتعينه يلا. جمهورنا العزيز مرحبا بكم ومشهلة في بطولة هدد التحدي، والطير الأول ظهر ما شاف، الخطأ مني أنا، والله يجزاهم خير اللجنة. حمامة قدامه نقول فالك التوفيق كتارة وحاله بذا الجناح، اللهم صلي وسلم على محمد، ما شاء الله ولا إله الله، يلا نتعينه يلا. حلوة، اللهم صلي وسلم على محمد، يلا نتعينه يلا، يلا يا ربي وانت ربي، ما شاء الله ولا إله الله. عودت الحمامة شمال جنوب، اليوم الهواء والجو مو في صالح للشواهين، كلش مو في صالح. أول شيء صخة، وعقب الصخة جاتنا جنوبية، وهالمقناص خابري للجنوبية. فالك التوفيق يا بن معشف، فالك التوفيق، يلا ادعينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله ولا اله الله، يلا يا ربي وانت ربي. تكفى يا كتارة، جعلنا موسنا عندك. اليوم القرانيس اشوفهم موجودين، القرانيس كلهم موجودين، الابطال كلهم موجودين، الله يوفقهم يلا يا ربي، الله يوفقهم يلا يا ربي وانت ربي. والله الاجواء ما هي في صالحهم والله، لكن يلا يا ربي وانت ربي، يلا ادعينا يلا. كتارة يا كتارة، يلا ادعينا، ما شاء الله ولا اله الله. قربني منها عبد الله، قربني قربني من كتارة، قربني من كتارة، كتارة النواميس ان شاء الله ابن معسف. فالك التوفيق خابرك، والله ما تجيب طير عادي، ما تجيب الا طير طيب، وبشرك نلاحق، اللهم صلي وسلم على محمد، ما شاء الله ولا اله الا الله. كتارة كتارة الحق كتارة، يلا تعينه يلا، يا هادي يا دليل، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله ولا اله الا الله، يلا تعينه يلا، يلا تعينه يلا، يلا يا ربي وانت ربي. يلا تعينه يلا، يلا ردني ردني شمال 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 شمال، يلا يا ربي وانت ربي، اللهم صل وسلم على محمد. روح ونطح الهواء وعود، حاسب 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 حاسب، عود شرق عود شرق، ما شاء الله ولا اله الا الله، يلا تعينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. كتارة يا كتارة، كتارة يا كتارة، روح للحين ابو سيار، وجهت الحين شرق وظهر لي بالغبار، ونقول يلا تعينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. كتارة يا كتارة، كتارة يا كتارة، تكفى يا كتارة، ناموسنا اليوم، جعلنا ناموس الشواهين عندك ابن معسف، عاده من عوايدك ما تجيب الا الطيب، يلا تعينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. تبغى يا اخواني يا اخواني، يلا ادعينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، يلا ادعينه يلا، يلا ادعينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله ولا اله الا الله، ما شاء الله ولا اله الا الله، يلا ادعينه يلا. كتارة يا كتارة، كتارة يا كتارة، لو الحمامك صار كله قرانيس جيناك بصروخ نسوي الهوايل، يلا ادعينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد. اخواني تابوا جيت البحر، يلا ادعينه يلا، يلا ادعينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد. سيام ابو سيار، سيده الحين سيده سيده، ما شاء الله لا اله الا الله. كتارة 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 ولا كتارة عبيد فخرو، كتارة بن معسف وكتارة عبيد فخرو، يلا تعينه يلا، يلا يا ربي وانت ربي، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، يلا تعينه يلا. فهد العنزي خليك قريب من الطير، بحيل الله طاعته يسوي خبر، ان شاء الله يسوي خبر، يلا تعينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، يلا تعينه يلا، يلا تعينه يلا، ما شاء الله لا اله الا الله. اشوفه واخفيه، الاجواء مهم من صالحك الشاهين، لكن بحيل الله وطاعته اني اسوي خبر ذا الطين، ان شاء الله اني اسوي خبر، ما شاء الله لا اله الا الله، يلا تعينه يلا. علي بن سلطان يقول الطير يطرد، بالله يطرد، يشوفه قدامنا ونقول يلا تعينه يلا، يلا يا ربي وانت ربي، يلا يا ربي وانت ربي، اللهم صل وسلم على محمد. من ارتفاعه فوق ما كانه يطير، ما شاء الله لا اله الا الله يا ابن معسر، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله، يا الله تعينه يا الله، يا الله تعينه يا الله، اللهم صل وسلم على محمد. ظهرنا على السهل ابشر بالعود، جاك العون يا شاهين، جاك العون يا كتارة، كتارة ابشر والله بالعود، شرب سعدك، جيناك جيناك، ما شاء الله لا اله الا الله، اللهم صل وسلم على محمد. في كفه ان شاء الله انا في كفه، في كفه ان شاء الله انا في كفه، يا الله تعينه يا الله، يا الله تعينه يا الله، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. فهد العنزي خليك قريب، خليك قريب يا فهد العنزي، خليك قريب كاميراتك، ما
شاء الله يا ابن معسر. يلا هندعينه يلا يلا هندعينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله. ما شاء الله يا ابن معسر. ما شاء الله يا ابن معسر. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله على هذا العرض. ان شاء الله نبي الحق ويصيد. يلا هندعينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله. ما شاء الله يا ابن معسر. يلا هندعينه يلا. يلا هندعينه يلا. يلا هندعينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله. الله هندعينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. الطير قريب منا يا اخوان. شم لا احد يقدر على عمره. الطير عندنا عندنا وقريب. وان شاء الله نلاحق بيلحق ويصيد. ان شاء الله بيلحق كتاره وبيصيدها. كتاره تلحق كتاره وبتصيد. ما شاء الله ولا اله الله. ركزوا على الصوت يا جمهور. اذا في خلل ولا شيء علموني عشان تهدنا والربع يتعود. يلا هندعينه يلا. يلا هندعينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. كانه يحول كانه يحول يا عبود ابو سيار. كانه يحول. يلا هندعينه يلا. يلا هندعينه يلا. يحول يحول يحول. ان شاء الله انه يحول. يلا هندعينه يلا. يلا هندعينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا اله الا الله. ما شاء الله لا اله الا الله. يلا هندعينه يلا. يلا هندعينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. ضيعته يا جمهور. ضيعته 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 يا ابن معزف. كانك حاول تقدم قدامنا بحوالي كيلوين. وان شاء الله انك بتشوفه. روح روح يا ابن معزف. روح روح. سيده سيده طلع لك كيلو وشغل جهاز كيلو بالضبط. طبعاً أعزائي المشاهدين شفنا ثاني مشاركة معنا في مسابقة هدد التحدي. أبو سعيد أتوقع يعني على شوف اللي شفناه في بيل كيامر أبعد مسافة في هدد التحدي. والله طير بن معسف الله يبارك له في حلاله. وإن شاء الله إن شاء الله أنه يجيب لنا خبر طيب. اسمع الربع مرحبا فالك التوفيق.
الله كريم ان شاء الله. الربع قاموا حتى الحين يبغونا ندعي لهم على جاء ربي يوفقهم ان شاء الله. اللهم الله يوفقنا يوفقهم ما يحب يرضى. طير بن معسف طير طيب عز الله، وعز الله انه طار طيارا طيب، خصوصا عقب ما تعدوا المنصه. طبعا طياره يضاف الى الطيور اللي 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 هدت امس، اللي هدت البارحه واللي طارت طيار مستواه طيب جدا. اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله انهم بيجيبون لنا الاخبار. انا سمعت انه انقطع الارسال، الطير عاد قدامهم، لكن ان شاء الله ان الطير ده انه باذن الله انه ما يفلس باذن الله. بدايه طيبه يا ابو سعيد لمسابقتنا اليوم، يعني ثاني مشاركه. حين روعنا من البدايه طير فريق تيوتا، بس شفنا مستوى عقب طير فريق تيوتا طيب، وان شاء الله ان فريق تيوتا يعيض جمهوره، وان الطيور الجايه هذه كلها والاسامي الموجوده انها ان شاء الله على الاقل تزلزل كيان الحمام الزاجل، لو تصوعه ولا تروعه ولا بعد يعتبر سهم قوي. واذا تكلمنا على جو اليوم، يعني جو اليوم، اليوم كان حار شوي. جو اليوم كان اول النهار، كان بدايه النهار اروع من عقب صلاه الظهر كتمه، وهي يمكنها بعد اثرت على بعض الصقاقير. لكن حتى يوم احترق الهواء الجنوبيه القانص كله، ما نبغي نضيف لها اشياء اخرى من الموجودات انها تضايق منها، لكن القانص بشكل عام ما يذوج فيها، نادر ما يذوج القانص في الهيفيه او نعم. الجنوبيه. ومع ذلك ما شاء الله يعني شفنا عرض مميز من المشاركه نعم الثانيه. من المشاركه الثانيه طير بن معسف الله يبارك له، وعز الله انه طير طيب، وانه اخذ نصيبه من التعليق ومن الاعجاب. وان شاء الله احنا نقول انا متامل خير، ان شاء الله انه بيجيب خبر طيب اكيد. حتى تكلمنا على يوم امس مثلا، اكثر العروض اللي كانت موجوده ميزها انها كانت داخل الميدان. صحيح، ما يقارب 7 يمكن، حتى تقريبا 6 طيور او 7 حتى اللي طلعت اخذت تعليق، طول معها التعليق وطولت معها السيارات اللي اللجنه اللي كانت تثبت مع راعي الطير وابعدت، لكن ما قسمت. يعني الطير ادى الاداء الكامل المطلوب منه واللي راعيه كان متامل منه، ولا الله قسم الحمام انها تلين او انها تعين مزبن او ان الطير يقرب اكثر. خصوصا ابو سعيد يعني امس كان تقريبا الحضور 16 نعم، لكن 15 حتى، لكن خذا في الوقت، يعني خذا له وقت لين نهايه المسابقه. صحيح. لا شوف الطير اذا رحت تطرد الطير مسافه روحتك وردتك وطرد الطير ذا، لان اللجنه خصوصا سياره التعليق ما تلتزم بشوف الربع يجهزون. اكيد هذا المتسابق رقم 5 غانم صقر، غانم حسن الكبيسي. الكبيسي نتمنى له التوفيق، نقول فاله التوفيق ان شاء الله. وبيت فخرو عند صندوق الوكره. والله عبيد هي وكره ولا غيرها كلها واحد. اتمنى لها اكيد التوفيق، وننتقل للميدان نسمع التالي. يا هادي يا دليل. طبعا الطير هذا يا اخواني نعد قبل لا تنعد الحمامه وبيعطونا اللجنه الخبر. Thank you.
سعيد مثل ما شفنا مشاركة غانم بن صقر. نعم. كفخ الطير ولا شاف وهده، واتوقع من الممكن ايضا ان تكون له اعادة. والله هذه طبعا بتكون عند اللجنة، لانها هي اللي اقرب وهم اللي عند الطير. صحيح. بس الرجال يمكن شاف الطير يوم تل اول ما فرعه كفخ، وعقبه ركض على يده ويوم تل. انا ما الوم الواحد اللي في المكان ذا او في الموقف ذا، هو توقع، يمكن توقع ان الطير ان الحمام اظهرت وهد. صحيح، خصوصا. نعم. اجواء المسابقات. نعم، اجواء المسابقات كلها اثاره، فهذا عند اللجنه. واللجنه طبعا علي بن سلطان الحميدي واخوانه اللي موجودين، ما هم ان شاء الله مقصرين مع احد، ولكن يبقى هناك ان ما حد ياخذ حق رفيقه الثاني في مثلا اعاده او في دور طير. اتمنى لهم التوفيق. أكيد، خصوصا يمكن في ثانية أيام أو أول أيام المسابقة كان في تعليق من لجنة منظمة أن الطير إذا ما شاف له حق الإعادة في نفس اليوم. هذا إذا ما شاف الطير، لكن الطير انهد قبل ما تظهر الحمامة. الرجال فيها يعني متوتر أو رغبة فوز. لا، هي رغبة الفوز، حتى حن ودنا أن حد منهم قد يتوفق بإذن الله. وانت من المتفق شوف حمد طبعا على الشاشة، اكيد ان فيه الحين بينهم وبين اللجنة شو اللي تقرره اللجنة وش اللي تقوله. دائما ما تقرر اللجنة القرار الانسب والمرضي لكل الاطراف، مثل ما شفنا من بداية المسابقة. اكيد جو خفو اخوه، شفنا عبد الله فخرو، سلمان عبد الله، عبد الغني، الربع كلهم مجتمعين في مكان واحد، ضحك وسوالف. وهذا الأمانة أبو سيد ما هو بشيء غريب في مسابقاتنا في المهرجان، هذا شيء لاحظته كثير. يد واحدة في كل شيء. تحدي الأخوي، ممكن أتحداك وتخاوى معك في موثق واحد. لا والله، أحيانا راشد إذا تحديتني وما تخويت أنا وياك كأنك رافع ضغط. تلقى عبيد فخر رافع ضغط الجماهير موجودين. شوف عبيد أسلوبه وأخلاقه وابتسامته للجميع، أي ما تخلي حد طبعا ياخذ على عبيد. أعتقد أن الطير إلى الحين ما انقبض أو هدوا الجميع. لا والله أنا أشوفه، لا هدوا وما شاء الله الطير. ننتقل للميدان ونسمع من حمد. اسمه ون يا عبيد، اسمه ون يا عبيد، إن شاء الله ون يا ون، يا الله نتعينه، يا الله ملك فريق تيوتا، وفالكم التوفيق يا فريق تيوتا. هذا الطير لي له الإعادة وكنت أرشحه، وإن شاء الله أنكم تنامسون بحيل الله وطاعته جمهور فريق تيوتا. يا جمهور هدد الشواهين، ون يا ون تكفى يا ون، يا الله أنت عينه، يا الله يا الله يا ربي وانت ربي، يا الله يا ربي وانت ربي. من البارحة وأنا تنافض على هدد ظن، وإن شاء على هدد ون، وهذا إن شاء الله بيجدد عهد ظن يا أبو فخرو. ون يا ون، ون يا ون، ون يا ون، يا الله أنت عينه، يا الله. اللهم صل وسلم على محمد فوق الحمامة اسمها فاشينيستا، ما ادري ايش اسمها، يا الله انت عينه، يا الله اسمها ان شاء الله في المخلاه يا ابو سلطان بحيل الله وطعته معتليها. ابشركم يا جمهور، ون يا ون ما هددناك عبث، جاك فيلغ الشواهين يا ابو فخرو بحيل الله وطعته، يا الله انت عينه، يا الله يا ربي وانت ربي. هذا الذي لا طار من كف راعيه حلف عليها ما تعدى المنصه، بتجيك يا ابو فخرو مذبوحه بحيل الله وطعته، يا الله انت عينه، يا الله. اللهم صل وسلم على محمد. ون يا ون تكفى يا ون، نومسنا يا ون، وانا اخترت ون ان شاء الله انه اول متاهلين معنا لهذا المساء، يا الله انت عينه، يا الله افرقت الحمامه وان شاء الله انه فوقها، يا الله انت عينه، يا الله انت عينه، يا الله يا الله انت عينه، يا الله. اللهم صل وسلم على محمد. ون يا ون، ون يا ون، يا الله انت عينه، يا الله يا الله انت عينه، يا الله. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله ولا اله الا الله، يا
يلا يا ربي وانت ربي. ما شاء الله ولا اله الا الله. زان جناح يا ناصر بن سعيد يا النجمي سعيد بن حمد الناموس عندك العجبه الليله انت سلمان عبد الغني ان شاء الله بحول الله وطاعته. يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد وحظنا وفر يا فريق تيوتا واحذفوا له وجودوه. لا لا عاد يطرد عاد يطرد. يلا انت عينه يلا. يلا يا ربي وانت ربي. يلا يا ربي وانت ربي. صف حظنا اوفر يا فريق تيوتا. سعيد شفنا إعادة المشاركة الأولى لفريق تيوتا مثل ما سمعنا في التعليق في بداية اليوم الطير له إعادة وما شاء الهدد الأول أن الطير نقدر نشوف بعد أبو سعيد هرجك على متمة المشاركة رقم 5 نرجع كنت نتكلم إن شاء الله المتسابة رقم 5 غانم من طقر بن غانم من حسن الكبيشي هذا الطير لي له إعادة ما شاف والطير اسمه عابر عابر وفالك توفيق يا عابر عند بورصة الشاهين أخوي صقر بن غانم الكبيشي الله يوفقنا ويوفقه الله يا رب بالك التوفيق يلا ندعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد حلوة بن الشاهين اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا إله الله عابر يا عابر تكفى يا عابر وسع وارتفع دعك الجيب يلا ندعينه يلا وسع أبشركم يلا ندعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا إله الله عابر يا عابر اليوم واحدة من حمام فخر بتذبح إن شاء الله يذبحونها الشوهين يلا ندعينه يلا فرقت فيها الكبيش يلا ندعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله عبد الله قدم شوي يلا يا ربي وانت ربي ما شاء الله لا اله الا الله يلا ندعينه حلو ذا الجناح الكبيشي حلو ذا الجناح اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله يلا ندعينه يلا يلا ندعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله يا عابد عابر يا عابر ابشركم العشق ظهر عندنا في مرمي قده تو ظاهر للحين شوف الصبيغه ما شاء الله روح 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 كذا كذا يلا ندعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله يلا ندعينه يلا فوقنا يا فهد الكبيشي فوقنا فهد الكبيشي فهد العلوجي فوقنا يلا ندعينه طيرك فوقنا يا كبيشي نقول يلا ندعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي عابر يا عابر تكفى يا عابر لا تخليها تعبر لا تخليها تعبر يا كبيشي نقول يلا ندعينه يلا يلا ندعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد حلو بذا الجناح طيرنا من اول مطار الحمامه هو على نفس مستواه ما شاء الله لا اله الله خلف اليمين خلك سيده ابو سيار ما شاء الله لا اله الله يلا ندعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي يلا بناموس من عندك يلا ما شاء الله يا شبيش رجل طيور السباق لازم تدي فيها سوادي اللي قبل شوي طير هذا طير هذا هد قبل لا تنهد الحمامه طيرنا قبل شوي هد وما شاء لكن نقول يلا ندعينه يلا ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله
انتبه يا خبيتي، ترى هذا المكان وعر من اوعر الاماكن في مرمي، وان شاء الله ان الطير ذا مو مخليها تروح. حيل الله وطاعته ما تروح ان شاء الله. يلا انتعينا، يلا اللي وراني ينتبهون، ترى حنجينا وعر. يلا انتعينا، يلا تيامنا ابو سيار، شيد 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 شيد، روح رب احنا ظهر عصبخه. يلا انتعينا، يلا يلا انتعينا، يلا اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله، ما شاء الله يا العابد عابد، لا تخليها تعبر لابو فخرو، اقطع نزلها هنا. يلا انتعينا، يلا اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا يا ربي وانت ربي يا رب، يبين لكم الحين طب ولا ما يبين لكم اللي تجمع التعليق. يلا انتعينا، يلا ما شاء الله ولا اله الا الله. روح ابو سيره، يلا اركع الشهر، روح ما شاء الله. ربه ما صار لا العاده يضر، انت الظاهر العاده يضر. يلا انتعينا، يلا يلا انتعينا، يلا عاد يطرد ظهرنا على الشاهد تكفى ابو سيار، ظهرنا على الشاهد سيده سيده مره سيده. يلا تعيد، يلا انتبهوا ترى قدامكم عقوب، روح سيده سيده خله قبل، عاد يطرد الطير ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا تعيد، يلا يلا تعيد، يلا اللهم صل وسلم على محمد. يا من ابو سياره شوي يا من الحين سيده طب، لا والله عاد يطرد، عاد يطرد ما شاء الله ولا اله الله. يلا تعينه يا حلوه من الجناح يا كبيشي، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله ما صب. يلا تعينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. انا اقطع التعليق علشان المطبات لا تظهرنا على سهل الحين، وان شاء الله نبي الحق ويصيد يا كبيشي بحيل الله وطاعته، عابر بعبر وبيقطع نسلها ان شاء الله. يلا انتعينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله يا عابر عابر يا عابر، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا انتعينه، يلا يا من يا من ابو سيار، يلا ما شاء الله يطرد ويصف. عاد يطرد ما سمح الطير ده، ما سمح ان شاء الله، ما سمح ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا انتعينه، يلا صف له صفه واحده، تبريده شاهين تبريده شاهين. يلا انتعينه، يلا يلا انتعينه، يلا يلا انتعينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله ولا اله الا الله. صف وعاد يطرد، تبدي انتبه يا كبيت انتبه، ترى جيت لك دراكيل هنا انتبه، الطير عندنا وقريب فوقنا بيننا وبينه، ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا انتعينه، يلا حزنة عليها يا الربع، يطرد ويصب ياسر الطير يا كبيت، كسر كسر حظا او فوقنا الطير لا يحوم. المشاهدين مثل ما تابعنا وإياكم المشاركات اللي موجودة معنا للمجموعة الرابعة، شفنا أبو سعيد إعادتين لرقم واحد فريق تويوتا، وأيضا رقم خمسة غانم صقر الكبيسي، وعروض بالفعل طيبة بعد ما سمحوا الأخوان في اللجنة بالإعادة. أكيد هي الإعادة جات بناء على أن الطيور ما شافت، نعم، ف طبعا بوجود الاخوان في اللجنه جعلهم يسلمون وياك والسامعين طبعا حريصين على ان ما حد يفوته لا دوره ولا يعني يضيع عليه حق وهو موجود في قانون المهرجان. فسوت الاعاده، طبعا الاعاده كانت طيبه عز الله للطيور، وثبتت انها ما شافت
لانها طردت طردا طيب. هذه اللقطه لك يا ابو سعيد عبيد فخرون. هذا نقاش بين عبيد وبين سلمان بالاشاره. عبيد تدري ايش يقول له؟ هو اذا للحمام يرفع يده فوق، بس اذا للطير ينزل يده تحت. فهو يقول لهم الطيور تحت. لكن نتمنى لهم التوفيق. طبعا الليله ان شاء الله ان شاء الله نحن متاملين خير. نقدر نقول ابو سعيد يعني ما شاء الله اليوم بدايه قويه للامانه. في طير ترى متاخر، مع ان عندنا ما نبغي نجيب طاريها غيابات، لان ما ودنا نحد من ربعنا يغيب، وان التوفيق يحالف الجميع. طير 29 بعد ان شاء الله انه طير طيب، ورايه متامل منه خير مثل امل اخوانه كلهم الموجودين. والحضور ابو سعيد هو طيب ان شاء الله، لكن اكيد نوجه للكل الحضور المشاركه في المسابقه اليوم. يعني او امس شفنا تقرير بعض المتسابقين الموجودين يقول كان الطير جاهز 50% الى 60% بالكثير، لكن جيت وشاركت بالجمعه ودي جرب الحضور بعد توفيق رب العالمين. من الاشياء شوف هي كلها توفيق الله سبحانه وتعالى وحظ. من الاشياء اللي ممكن احنا نتكلم عنها على الحظ، كان في رجال جاء هنا طيره مو جاهز وطيره كفاخ ما يدانيك تشله اصلا من المقال، يعني ما تشله الا انت بتاخذ برقعه وتهدى على طول. فكان الرجال يقول لي علي انا ماني خلاص انا ما عدني بهد، مع انه وصل هنا. المهم اني مع الرجال وهد وما تهد. دخل الرجال الميدان، الربع ما قصروا معه على اساس ان طيره يحافظ على هدوه لين يهد. سبحان الله طلعت من القفص زبنت على طول الخيام، وهو على ثرها يعني الطير ترى ما ردها ولا حدها من شيء، لكن توفيق الرجال وقسمته. فحنا نقول الاخوان ما تبخس شيء، التوفيق على الله سبحانه وتعالى. بعدين هي خلاص هو كرت واحد، الطير هذا ما راح يتغير محبته عندي او مستواه عندي، خصوصا اني عارف اني ما لحقت معه الى 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 اخر مستوى الطير. ثانيا فعقب المهرجان عندي ان شاء الله فتره بسيطه عقب جايتني الكراوين والمقناص، وانا ما انا مخلي. صلح لي ابو سعيد اذا انا غلطان، يعني هي ما لها فشله للامانه المشاركه هنا حتى ما حالفك الحظ. المشاركة يا أخي الطير علم قانم، جمعة قنيان الطير يعني منافسة ونوماس للرجال. سمعت مشاركته أخوانه جمعه معهم تعلمه كل علم قانم. سمعت وجود الهدد انا شطني شوي تعليم. اسمع حمد يتكلم وانا بداري من اللي بهد. فالطير ما له فشله، يعني انهد صاد ما صاد ما تغيرت محبته عندي ولا نزل مستوى. ليه؟ لان هذا توفيق الله سبحانه وتعالى وذي قسمه. ممكن الحين يهد ويصيد، وممكن عقب شويه يهده ولا يصيد. هذا النخس الظهر رغم هذا بخيت بن طالب. بخيت بن طالب نخس المري، نتمنى له التوفيق. اكيد ناخذ التعليق من حمد الجميل. نخس المري التوفيق. الطير اسمه خبر، قول يلا ادعينه يلا يلا ادعينه يلا خبر يا خبر يلا بعلم من عندك يلا يسر يلا يا ربي وانت ربي يلا ادعينه يلا شرب الناموس ان شاء الله يا كردي بن طالب انت الاخوان ان شاء الله الناموس عندكم ابو خاتم يرشحكم البارح ما شاء الله ولا اله الا الله يلا ادعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي ما شاء الله الطير فوقها يا جمهور فوقها ان شاء الله انه فوقها يلا انتعينه يلا يلا انتعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله ولا اله الا الله اليوم يلا انتعينه يلا روح ما شاء الله ولا اله الا الله خبر يا خبر تكفى يا خبر يلا انتعينه يلا ياسر يلا انتعينه يلا ايش بلا حود الحمام وين راح هذه قدام الحمامه قدامه يلا انتعينه يلا تكفى
احبابكم اعزائي المشاهدين، ما زلنا في بدايه يوم مسابقه هدد التحدي والمجموعه الرابعه. طبعا ابو سعيد شفنا الهدد الاخير اللي كان معنا من شوي. نعم، طير بخيت بن طالب الملخص. طبعا انا كان عاقد عليه امال لان المناخسه يقنون الشاهين مثلهم مثل اخوانهم الموجودين كلهم من غير قصور، وعندهم مكان للهدد وللدعو وللتدريب، يعني يعطيهم فرصة أكبر، لكن الحمام ذا هو اللي ما يعطي فرصة. احنا أكيد ودنا نعلق ونحلل على كل مشارك وكل طير موجودين، لكن حرصا أن نطلع أخواننا كلهم المتسابقين. بالعكس ودنا نشوف أخواننا، ودنا نشوف أخواننا ونشوفهم متنومسين. أكيد ولا نعلق. أكيد كل تأخيرة في أخيرة ها؟ لا بيجيك خاطر ودك تعلق إذا تنومس الربع وتأهل علشان نتكلم عن الطير وعن الحمام. شوف دخوله للميدان هذا. شوف هاي، لا الحمامة هذي مهمة، بيده ثنتين قبل تهدد على الطيار. سلطان بن محمد بن سلطان الشهواني نتمنى له التوفيق ان شاء الله. سلطان فالك التوفيق. تقل للميدان نسمع التعليق. المتسابق رقم 7 سلطان بن محمد بن سلطان محمد الشهواني يقول اسمع عندك ابو سعيد، اسمع عندي الحمامة وين تشوفها عشان تمشي. يلا جينا يلا كذا حقوق يا ابو خالد بسميه شيبان ان شاء الله. يلا تعيد ان شاء الله، رب الله يجمله ان شاء الله والاسم مجمل مجملين اهل. يلا تعيد ان شاء الله، ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا تعيد يا رب، يلا يا ربي وانت رب تكفى. والله يا اخواني يا عبد الله بن خالد انه يدعي لاخوانه يقول يا ربي يوفقهم اللي وراي واللي قدامي ان شاء الله يصيدون اليوم ان شاء الله. انهم بيصيدون اخوانك، ابشرك يا ابو خالد انهم بيصيدون. وفالك التوفيق يا سلطان محمد بن سلطان ايش هواني، وفالك التوفيق ان شاء الله وفال اخوانك. نقول يلا تعيده يلا، اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله، ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا يا ربي وانت ربي، يلا يا ربي وانت ربي، اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله. رحيمين رحيمين. يلا تعيده يلا، اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله حمام، ربني اشوف، ابغى ربني اشوف. حاول السياسر شوي، حاول السياسر، روح روح، مضبوط مضبوط مضبوط. يلا تعيد يلا، يلا تعيد يلا، اللهم صل وسلم على محمد. احنا قاعدين نسبق للطير، ما شاء الله ولا اله الا الله. دياره واحد ومستواه واحد وان شاء الله نفاله الناموس. يلا يا ربي وانت ربي، احنا قاعدين نسبق له عشان نتجنب الوعر. وابشركم الطير عندنا لا تخطرون على عماركم يا اخواني، الطير عندنا قريب والحظ طيب والحمام ما اشوفه. الله يا ربي وانت ربي، صف ايه عليك تكفى. ايه معاوض معاوض يا ابو خويلد معاوض. شوف الحمامة العسيري ما يشوفها، طلع شوف طيب. Thank you.
متسابق رقم 8 عبد الله بن محمد بن غانم العلي المعاضيد، والطير اسمه السد. حمامة اسمها بغداد وما شاف. حمامة اسمها بغداد وما شاف. لا شاف الحين يقول سلطان. شاف سد. يا السد يلحق السد ويصيد. في خاطري يسمي الحمامة هو سلطان. في خاطري يالله انت عيني يالله يا ربي وانت ربي. علي بخاتم طير اسمه السد. يا علي بخاتم يالله انت عيني يالله بشرك منه معتليها. يالله انت عيني يالله يالله يا ربي وانت ربي. ما شاء الله ولا اله الا الله. سد قدامه الحمامة قريب. يالله انت عيني يالله. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله. اللي هاده بطل من ابطال مرمي رجل له صولات وجولات. نقول يلا انت عينه يلا يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. قريب والحظ طيب ابشركم انه يقرب. يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله. السد يا السد السد يا السد. يلا انت عينه يلا. بطل اسيا وبطل الانديه القطريه. يا من يا من يا من يمين يمين. يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. وين راحت قدامه. يلا انت عينه. كل ماله يقرب ابشرك انه يقرب. يلا انت عينه يلا. اول المتاهلين معنا ان شاء الله نبي تاهل معنا. يلا انت عينها للزبنه مع تعدت المنصه فوقها. يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا اله الا الله. ما شاء الله لا اله الا الله. السد يا السد السد يا السد. يلا انت عينه يلا. السد السد تكفى يا السد. يلا انت عاده من عوايدك. يلا انت عينه يلا. ما شاء الله لا اله الا الله. ما شاء الله لا اله الا الله. يلا انت عينه يلا. يلا انت عينه يلا. ما شاء الله لا اله الا الله. وينك يا السد؟ جاكم السد بروق السد. يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. لاحق ابو خاتم الشيك. ابو خاتم الشيك. ابو خاتم لاحق. اللهم صل وسلم على محمد بروق. ان شاء الله نبي روق. يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا اله الا الله. ما شاء الله لا اله الا الله. يلا انت عينه يلا. يلا انت عينه يلا. ظهري ظهري شمال. ما شاء الله ما شاء الله. لاحق السد فوقها ان شاء الله بيلحقها بروقها. ردت لنا المنصة. عود عود المنصة. عود 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 لابو فخر. وقف في مكانك ارجع يسار. يلا انت عينه يلا. يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا اله الا الله. ما شاء الله لا اله الا الله. يلا انت عينه يلا. يلا انت عينه يلا. يلا انت عينه يلا. ما شاء الله. يلا يا ربي وانت ربي. يلا يا ربي وانت ربي. اللهم صل وسلم على محمد. فوقك يا عبيد. استسلم يا عبيد. جاوك يا عبيد. يلا انت عينه يلا. يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. بيروق الطير ذا بيروق. ان شاء الله بيروق بيروق بيروق. يحول 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 يحول. يا الله يا ربي وانت ربي. يا الله يا ربي وانت ربي. بيروق تياسر عبد الله. ما شاء الله. يلا يا ربي. يلا انت عينه. فوقك يا عبيد. بيروق يا عبيد. استسلم يا عبيد. جيناك مفروغ تسوي الهوايل. لون حمامك صار كله قرانيس. بيروق 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 بيروق. ما شاء الله لا اله الا الله. ابتزبن ابتزبن ازبنت. ما شاء الله لا اله الا الله. اول متاهلين اول متاهلين.
تجهزوا يا ناقلين الشواهين عبد فخر وجهز يحتركم متحزم بالزجل وما تخطين وما هزه اللي يسمعه من حكيكم متحديا ما عنده يسار ويمين ما لحد ذل تحلى فيكم وما لحد ذل تحلى فيكم حصريا على قناة بهاو الجنوبي HD في مهرجان معجبينه ملايين رتبت لي كم بيت مني لكم سلام مني يا شيوخ المسمين اللي سعدتوا بالفخر مثل بيكم أميرنا الوالد حفيد السلاطين شيخ الشيوخ اللي علومه اهديكم مشيتوا بدربه عسى عمره سنين تجهزوا يا ناقلين الشواهين عبد فخر جاهز يحتريكم متحزم بالزجل وما تخطين ما هزه اللي يسمعه من حكيكم متحدي ما عنده يسار ويمين ما الحديث اللي تحلى فيكم عبد صار جالب ام الميادين زواج تبغي لها طير مجنحان هتلين طرحه قطر ولا من اللي تليكم كنه يقول لانتهض بالجناحين للدنيا الانظر لحظة هذيكم صفق جناحه جرها الله من العين تصيب جمهور من مشجعكم تحزم ذا الحين ما فيه بعدين اخذوا إذن أعزائي المشاهدين مثل ما رددنا في بداية حلقتنا لهذا اليوم ما زال هالشواهين يتوعدون بناموس التأهل وبالفعل تأهل معنا عبد الله محمد غانم العلي المعاضيد نقولها تستاهل الناموس وبسعيد كنا نردد من شوي حتى بخصوص التأهل
واول من يجيب ناموس لهالشواهين. يستاهل عبد الله محمد بن غانم العلي المعاويد. استسلم يا عبيد، انكسر ان شاء الله حاجز الصيد، وان شاء الله نبي ينفتح ذا الحين باب التوفيق للجميع، ومعاوضين طبعا اللي ما صادوا اليوم، لكن الحمامه ذي ما نفع عبد الله يوم حط يديه الثنتين على باب القفص الى قد الله كتب ما عاد نفعه. شوف عندنا متسابق ثاني، لكن فرحه الصيد ودنا نحن نتكلم عن الطير ذا وعن هدده. واكيد بنرجع باذن الله بشكل تفصيلي يعني نتكلم على التاهل، فرحه المتاهل الاول معنا في مسابقه هذا التحدي. ننتقل للميدان نسمع التالي. 10 يوسف بن محمد بن جاسم بن عبد الله ال اسحاق، والطير اسمه الخور، الطير سماه سعد الحمدان الخور، وهو متبارك في اخوي سعد الحمدان، والطير وارد بن جميله، مزاد اخوك محمد بن جميله وغالي الدوري. التعاون حمامه اسمها التعاون. يلا انت عينه، يلا تكفى يا الخور، نومس هالخور نومس هالشواهين، يلا انت عينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد. هذا طرح كوخه ايراني ما شاء الله ولا اله الا الله، يلا انت عينه، يلا هذا اشترك النبي صيد يا اخوي يوسف اسحاق، ان شاء الله نبي حلك بحلك بحلك بحلك، يلا انت عينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد لاحق ما شاء الله. لا يلا تعطيه الصمله، ان الله اعطاه الصمله هذا ان شاء الله في كفه. تيام 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 ثاني المتاهلين معنا لهذا المساء، ان شاء الله انا متاهل، ان شاء الله انا متاهل اخوي يوسف اسحاق، يا الله يا ربي وانت ربي، يلا انت عينه، يلا يلا انت عينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد. سويت له الخطه دبل كيك ونقول يلا انت عينه، يلا وسع تكفى وسع، يلا انت عينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد، يلا يا ربي وانت ربي، اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا اله الا الله، ما شاء الله لا اله الا الله. يرتفع الطير ان شاء الله نيرتفع الحمام، وين ما عاد اشوفه، يلا انت عينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد. حد يشوف الحيه قدامه، قدامه هو معتليها، ابشركم انها معتليها. صف صف يا سعد الحمد لله، ربي يحول حولت من تحت تكفو يا ربع ربع تهدي. حمامي اللي حزازا مرمي تعراها
الليل هم من نقلة الطير عزا الليل هم من نقلة الطير عزا أجواء جدا حماسية عندنا في صبخة مرمي في مهرجان مرمي خصوصا في مسابقة حدد التحدي بعد تأهل أول المتسابقين معنا في مجموعتنا لهذا المساء وفي المسابقة بشكل عام. وأكيد نتأمل كثير للتأهل من مجموعتنا لهذا اليوم والأيام القادمة إن شاء الله. أنا أسمع أن عبد الرحمن مراسلنا موجود في الميدان. نعم. تفضل بعوف. يلا بسرعة يلا. أبشر. رجعت لك يا زميلي راشد مرة ثانية أكيد وأرحب خلنا نقول بضيوفك أكيد ومشاهدين الكرام. أخيرا تنومسنا مع أخونا تركي العلي، ألف مبروك له يستاهل أكيد وفال المشاركين أكيد. هارد لك يا الإسحاق، ولكن عندنا متسابق الحين راح يطلع أو خلنا نقول بعد شوي، محمد بن جابر المري. أبو جابر الله يوفقكم يا رب أنت وأكيد أخوك، كلمنا إن شاء الله راح تنومسون اليوم. أول شيء الله يمسيكم بالخير ومسي على أخوي راشد وضيوفه اللي معه ومسي على أخواني المشاهدين، والله يوفق الجميع ومبروك لأخوي تركي العلي ويستاهل، وهذا يمثلنا طبعا احنا أهل الشواهين، وإن شاء الله لكل مجتهد النصيب والله يوفق الجميع. احنا إن شاء الله مستعدين إن شاء الله، وكاد لك يعني شوي وقت المسابقة تقدم علينا والطير أخذناه متأخر، لكن التوفيق على الله إن شاء الله بإذن الله. خلنا نقول يا أبو جابر تركي العلي كان أول أو أكبر المحفزين إن شاء الله لأهل الطيور بإذن الله اليوم. أول شيء تركي العلي صاحب إنجاز، صاحب إنجازات أكيد، وله حضور دايم، له حضور، وأتمنى التوفيق لأخي علي بن سعيد النخس بعد له حضور ويتأهل دائما في السنوات الماضية، والله يوفق الجميع. أسماء كلها الموجودة أتوقع اليوم الأسماء كلهم أقوى، ما في حد منهم ما له إنجاز. علي بن سعيد الحين راح يدخل أكيد قدامك، هل تتوقع أنه راح خلنا نقول يتنومس؟ أنا لو في يدي نومسته ونومست الربع اللي ورانا كلهم والله ودنا كلنا. أي والله، وعبيد فخر ما يحتاج متحزم لفرخ الشواهين وأهلها، وإن شاء الله أبو سعيد إن شاء الله مشارك الحين وحن اللي بعده، والله يوفقنا ويوفقه ويوفق الجميع كلهم، والله ينسنا وجزاكم الله خير وبيض الله وجهكم كلكم، والله لا اللي على رأس الهرم واجبنا ولا أصغر موظف على هذا الشيء الطيب وعلى هذا الترتيب. جابر الله يوفقك وفالك النومس، هذا اللي نقدر نقول. لأن الحين راح تدخل إن شاء الله بعد شوي، ولكن يعني نخليك أكيد عندك يعني أنت الحين سويت معي لقاء في وقت غلط، يعني أنا مشارك الحين ما قدام إلا واحد. والله يوفق يا أبو جابر. ننقل الصورة أكيد لزملائنا في الاستديو ومشاهدينا، لأن هنا يعني خلنا نقول حماس، حتى لو ما كان يعني خلنا نقول حضور ولا حظوظ، ولكن حضوركم أنتم ويعني اعترافاتكم أو تصريحاتكم وتشجيعكم للناس اللي ودهم النجاح. طبعا اول شيء هذه منافسه شريفه، طبعا عبيد فخر واخونا وهذا وناسه، يعني مو بنحن يا اهل الطيور، حتى المشاهدين، المشاهدين كلهم، وهذا بعد يجذب الـ يعني الشباب اللي توهم مبتدئين يعني في الطيور وفي حدد التحدي، بالذات حدد التحدي. انا اتكلم عن حدد التحدي بشكل خاص، حدد التحدي له اثاره غير يعني لها صدى مش في قطر، حتى في الخليج
وفي الدول العربيه المجاوره طبعا. ان شاء الله والله يصلح الحال. الله يجزاك خير يا ابو جابر وفالك الناموس. وفالك ان شاء الله، ما تشوفون شر. شكرا. زميلي راشد، ترى للامانه عبيد فخر قبل ما يطلع اخونا تركي العلي قبل ما يتنومس عبيد فخر قال له انت اللي اخاف منك، وفعلا تركي سيطر على خلينا نقول الجوله الرابعه، والامانه حضوره كان واضح وما هي بغريبه عليه. ان شاء الله خلينا نقول علي بن سعيد ان شاء الله راح يتنومس باذن الله وباقي المتشاركين. الحين راح تبتدي الانطلاقه ونرجع لك كل كلمه يا راشد. يعطيك العافيه ابو عوف، اكيد نمسي بالخير على ابو جابر، نتمنى له التوفيق في مشاركته وايضا تخصيص وقت للمقابله. اكيد هذا يبث لنا يا ابو سعيد اريحيه الوجود في المسابقه، خصوصا يعني ما قدامه الا متسابق واحد بينه وبين عبيد فخر. احنا نقول لهم ان شاء الله فالهم التوفيق، علي بن سعيد بن تويم صاحب انجاز. نتمنى له التوفيق. اكيد انا اسمع تعليق حمد الجميله، ننتقل للميدان. طير اسمه الذهبي، طير اسمه الذهبي، ذهبي. يلا دعينه، يلا حي والله ذا الطبع، ردها صوب الهواء. يلا دعين حلوى صالح، صالح حلوى، اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الله. يلا دعينه، يلا يلا دعينه، يلا يدور الطير. حمام وين؟ حاسب حاسب قدامك، قدامك قدامه. يلا دعينه، يلا شرب الناموس الذهبي، شرب الناموس يا ملخص. يلا دعينه، جات من فوق يا كبدي كبدة، وسع جيك الزيت. يلا دعينه، يلا يلا يا ربي وانت ربي. تيامن تيامن يا عبد الله، لاحق فوق ابو فخر يرويك العرض يا ابو فخر، يبغيك تفرج. نقول يلا تعينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا يا ربي وانت ربي، يلا يا ربي وانت ربي. الذهبي يا الذهبي، طير الذهبي يا ابن سعيد المنخش، وبارك التوفيق يا المنخش. نقول يلا تعينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله. اليوم المجموعه الذهبيه يا رب ردت فينا الحياة، قسم بالله حتى قروب العنة الأعضاء اللاجنة استانسوا على صيد الطير، وإن شاء الله النبي يصيد. روح أبو سيار، روح روح. يلا انت عينه، يلا يا هادي يا دليل، اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله يا الملخص، لاحق الملخص. ما شاء الله لا إله الله. يلا انت عينه، يلا يلا يا ربي وأنت ربي، اللهم صل وسلم على محمد. شباب اللي مطلعين غترهم لحد يطلع غترة للطير، تكفى. أكيد بسيد الحين طبعا في بداية اليوم والايام اللي راحت من المجموعات كنا دائما نردد الحضور، ولكن اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن نشوف اعداد كبيره من الموجودين في الكشف موجودين ويبغون الفوز. نعم كلهم حضور، وانا اقول لك حتى صيد الحمام هذه اللي انصادت تراها تعطيهم دافع. الصيد دائما اذا رحت انت للقاع وعينت انت تذكر فيها عينه صيد نصوها القنوص كلهم. فالميدان اليوم منصل للجميع ما دام انه صيد فيه حمامه وزبنت طبعا للمنصه، فالجميع كلهم ان شاء الله متفائلين خير انهم بيعينون ان شاء الله نصيبهم في صيد او في تزبين ان شاء الله حمام. احنا والله كنا نسمع تعليق حمد الجميله من شوي على المشاركه الاخيره، لكن بيوضح لنا باذن الله الاخوان في اللجنه اللي نظمه باذن الله. من أنهم بس يعطونا قرارهم عشان يعني أبو سعيد إن شاء الله متفائلين خير. الله كريم، دائما الواحد يكون متفائل مثل ما قلت عبيد فخر. نعم عبيد ابتلش بالغترة، ما عدلها يمين وما عدلها يسار. هذا اعتقد من ناعي من ناعي. نعم المتسابق محمد بن حمد بن عيسى الخميس الناعي، نتمنى له التوفيق. اكيد نسمع التعليق. بن حمد بن علي لا. بن حمد الهوش. اسف اسف، من المتسابق يا ابو سلطان؟ 16. متسابق رقم 16. رقم 16 محمد بن حمد بن عيسى الخميس المناعي، والطير اسمه غزو، وجاك الغزو يا ابو سلطان. حمامة اسمها بظروف. طير اسمه غزو. عندك الله يكفينا شر الغزو. غزو قاضي الحمامة إن شاء الله. يلا دعينه، يلا يلا دعينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا إله الله. يلا يا ربي وأنت ربي. طير ابن هوبش له إعادة لأنه هد قبل لا تنهد الحمام، جعل فاله التوفيق إن شاء الله. غزو يا غزو، تكفى يا غزو. مرحبا بالجمهور اللي في المنصة، حضوركم يشرفنا. وابشروا بالخير يا الجمهور اللي بخاتم ان شاء الله، موعدكم كل خير ان شاء الله البارحه في الحلقه. يلا دعينه، يلا روحت شمال. يلا دعينه، يلا ما شاء الله ولا اله الا الله.
يا الله يا ربي وانت ربي. يا الله تعين. هادي يدري تكفى يا غزو. تعرف حالك ان شاء الله مثل حال العلي. قول بالسيارة. من اللي طالع من الموتر؟ وين هو؟ طولية. يستبعد الطير يا الربع اللي طالع من الموتر. نستبعد الطير ترى. خلونا نستبعد الطير رفيقكم. راعي الجيل الابيض. دخل الرجال اللي معك دخله داخل. ترى طالع مع الدريشة العامل. طير صف. طبعا ابو سعيد يعني وصلنا تقريبا نصف اعداد المجموعه الرابعه للمشاركه اليوم. نعم. يوم مميز من بدايته. العروض كانت قويه من بدايه اليوم الى ان تاهل معنا اول متاهلين في مسابقتنا. نعم الى ان تاهل معنا السد طير تركي بن ناصر. اول شيء حتى الجماهير اللي برا يثنون على روح عبيد المرحه الرياضيه فانه قام يصفق يوم بلغوه ان الطير صاد، وثانيا حتى على كلام تركي يوم قال حتى الحمامه ترجع لصاحبها، وهذه بيض الله وجههم كلهم. تعامل اخوي ومحبه وود بين المتحدي وراعي التحدي. اكيد فهد يسمعنا ان شاء الله انه طبعا الحضور ما شاء الله الليله عندنا حضور، يعني شفنا مجموعتين كلها موجوده وكلهم متفائلين خير. طبعا الحين عندنا راح طير المناعي وطير ابن هوبش كلها اعتقد ما الله كتب لها، لكن بنبتدي ان شاء الله ب 17 او ب 18 ان شاء الله. الطيور الجايه لها ان شاء الله نصيب والله فتح من خير. يعني الاجواء اللي نشوفها حاليا حتى الحضور يا ابو سعيد زاد ما شاء الله. صحيح. سواء في المنصة اللي نمسي عليهم بالخير. صحيح. ومن هو موجود أيضا على الحواجز قريب الحواجز أو السوق. نعم كلهم موجودين. شوف الفرحة الكل، يعني حتى اللي ما عنده طير جاي، وإذا أنت صدت أنت وأنا صدت جاءوا ذلك كلهم هم يعرفونك باركولك. وإذا طلع عبيد طبعا مطلع أهل العصر بعد المسابقة كلهم يجونه ويسلمون عليه، ويعني حد إن يضحك معه حد إن يعزيه في الحمامة اللي راحت حد نشوف هذا بن هوبش الآن مع المسابق رقم 14 خالد بن حمد بن علي بن حمد الهوبش المري فالك التوفيق. يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا. الطير هذا اسمه غير طير يا غير تكفى يا غير فالك التوفيق. اليوم أخي الكبير حمد بن علي الهوبش موجود، حمامة اسمها فرق والطير اسمها غير، وإن شاء الله نبي الحق ويصيد. اللهم صل وسلم على محمد. حلو ذا الجناح ابن هوبش ما شاء الله ولا إله إلا الله. حمد بن علي عزمت على غدا قال أبو سعيد والله أنا بحولك ما بحول غدا. يا الله أنت عينه يا الله. اللهم صل وسلم على محمد. يا مرحبا يا مرحبا بأخواني اليوم فايزين معنا نجوم السوشيال ميديا الشبح وأبو عريك وفالهم. إن شاء الله إن شاء الله نوجههم علينا وجه السعد، وإن شاء الله من غير بيلحق فرق إن شاء الله ولاحق لاحق ابن هوبش. يا الله أنت عينه يا الله.
اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا اله الا الله، ما شاء الله يا ابن هوبش، يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. ظهرنا شمال يا ابو سيار والطير لاحد، اللهم صل وسلم على محمد، يلا انت عينه يلا. يلا يا ربي وانت ربي، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. غير يا غير، ان الله عطاه الصمله في كفه ان شاء الله يا ابن هوبش، بحيل الله وطاعت انا في كفه. يلا انت عينه يلا، يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله ما شاء الله يا ابن هوبش. لاحق غير، لاحق غير ان شاء الله انه غير. اللهم صل وسلم على محمد، يلا انت عينه يلا. يلا يا ربي وانت ربي، يلا ابن موسى من عندك يلا. ما شاء الله لا اله الا الله. غير يا غير، غير يا غير، اللهم صل وسلم على محمد، يلا انت عينه يلا. يلا يا ربي وانت ربي، يلا ابن موسى من عندك يلا. يلا ابن موسى من عندك يلا. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. يلا انت عينه يلا، يلا انت عينه يلا. غير جراحه غير يا ابن هوبش، اللهم صل وسلم على محمد، يلا انت عينه يلا. هذا ما زاد اخوكم حمد الجميله، وعلكم التوفيق ان شاء الله، ما شاء الله. وارد بن جميله يلا انت عينه، وارد فريق تيوتا تياسر ابو سيام، يلا يا ربي وانت ربي، يلا يا ربي وانت ربي، يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، روح ابو سيار، روح روح ابو سيار، ما شاء الله لا اله الا الله. يلا انت عينه يلا يا هادي دليل، اللهم صل وسلم على محمد. هذا الذي يرخي علشان هالكيس ولي دفعنا فيه ما هي خساره، يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، ما شاء الله لا اله الا الله. يلا انت عينه يلا، يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله ما شاء الله يا ابن هوبش. اشكرك يا ابن هوبش، اشكر تجهيزك يا ابن هوبش. يلا انت عينه، روح ابو سيار، روح روح ابو سيار، روح لله درك ابو سيار. يلا انت عينه، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله طلع علي طايره ذيك السنه. يلا انت عينه يلا، ما شاء الله يا ابن هوبش، بيلحق ان شاء الله وبيصيد، ما شاء الله لا اله الا الله. يلا يا ربي وانت ربي، يلا ابن موسى من عندك يلا، يلا ابن موسى من عندك يلا، يلا ابن موسى من عندك يلا. ان شاء الله ان الطير يحولك قبل يا خيار. يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، حلوه حلوه يا ابن هوبش، حلوه حلوه يا ابن هوبش، ما شاء الله لا اله الا الله. يلا انت عينه يلا، روح ابو سيار اذا تعديت العزبه، حط رجلك وروح ورا الشاهين، لا يغيب من عينك لا يغيب، ما شاء الله. راح يا رفيقي لين تقرب من الطير، ولا تخف لين قدح نشوفه، لو ينتفض من قطعه الموت الرقير، خله كفل لو كان تظهر بلوفه. يلا انت عينه يلا، يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله ما شاء الله يا ابن هوبش، الناموس عندك يا ابن هوبش. يلا يا ربي وانت ربي، يلا انت عينه يلا، يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. خليك مع الجهل وانتبه يا اخوان، شمل على المكنكره واسعوا لنا تكفون، وتيامني وسيار تكفى، تيامني وسيار يمينه 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 تكفى. يلا انت عينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. يلا يا ربي وانت ربي، يلا يا ربي وانت ربي، يلا جعل تحطها في كفه. يلا وانت ربي يلا يا يلا يا كريم، يلا يا كريم، ما شاء الله لا اله الا الله. يلا انت عينه يلا، يلا انت عينه يلا، يلا انت عينه يلا. لو اتمناه امنيه ما ودانا الا المسار، ما شاء الله لا اله الا الله، ما شاء الله لا اله الا الله. ابن هوبش لاحق، الله يعطيه الصبره، بس دقيقتين ان شاء الله ولا في كفه، بحيل الله وطاعت. يلا انت عينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. تياسر ابو سيار يساره، ترى راح يسار. يلا انت عينه يلا، يلا انت عينه يلا. انتبهوا يا اخوان اللي ورا، الطير عندنا مسنعين ان شاء الله، احنا مسنعين ان شاء الله، احنا مسنعين. يا من ابو سيار يمين تكفى، يا ابو سيار والربع اللي ورانا. انتبهوا انتبهوا، من هو بشان تحولنا مرة، روح لشعلة الضوء، في شعلة الضوء عندك ويانا اللي ورانا. انتبهوا من الدراكين اللي قدام، ياسر عبد الله الطير على طول وجه موتر، اللي منكم يشوف الطير ان شاء الله هنا، يا بيزبنها من دون الشعله ولا حولها. Thank you.
أعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا المشاركة الأخيرة كانت إعادة يا أبو سعيد لبن هوبش. والله طير طيب ومستوى طياره فوق الممتاز، وروح مرواح طيب وخذ تعليق وخذ مستوى تعليق عالي، يعني خلى حمد يستنفذ اللي عنده من الكلام الطيب، وهذا تجهيز طبعا صقار كبير، ويحاول ان حتى عياله كلهم ياخذون ممشاه وهم ان شاء الله على ممشاه. طبعا حمد رجال يعرف الطيور ويتعب عليها، ما خلى الهوايه، وعياله ما شاء الله كلهم يسكرون الطيور ويهدونها، ونتمنى له التوفيق. لكن طاح له في مشوه، طاح له في حمامه، ما عاد التفتت وراها لا المخيم ولا المزبن ولا، لكن ان شاء الله انها بدينا الاخبار الطيبه ان شاء الله انها باذن الله. طبعا زبن ولا صايد ابو سعيد، حتى لو نتكلم حتى من بدايه اليوم، اليوم الامانه مختلف، اليوم غير، التحدي موجود، مع ان احنا قلنا ان الجو متأهل. مع ان احنا قلنا الجو ما يخدم، بس ما شاء الله يعني الصيد والهددات موجوده، والربع حتى اللي تاهل واللي صاد. احنا نتكلم على المجموعه الرابعه، ما زلنا في بدايه مشاركه هدد اكيد التحدي. اكيد لا، وعادها ان شاء الله جايه الايام ان شاء الله اطيب، وبحضور طبعا اخواننا وربعنا كلهم وجمهورنا اللي هو اساس الفرحه للجميع، ما بين مشارك وما بين حاضر يتفرج وما بين داعم لاخوانه اللي يدخلون الميدان. اكيد هذا شفناه اليوم ما شاء الله، يعني وقت التاهل الجماعه اللي في المنصه اللي موجودين سمعنا الفرحه وشفنا ردود الافعال، الفرحه للجميع. يعني انت اذا جاك ذكر ان فلان من الناس صاد فرحت انت واستانست انت وعرفت انت ان فيه عينة صيد ولا فيه مستوى ولا فيه تغيير اصلا حتى في القاع اللي انت فيها او في نوعيه الصيد. هذا الكلام ما ينطبق يعني على احمام عبيد، الحين نشوف كم الحمام راحت وكم اللي يصيد، يعني يمكن راق طير او طيرين حمام وراح، يعني معناته فيه مستوى، لكن الحمام قوي وطياره قوي، بس بدأت الطيور الحين تجينا الطيور اللي مجهزة من فترة واللي خذت وقت تجهيز إلين قدها مستقبلة، خصوصا أن حتى الإخوان البارحة في العنة، في عنة مرمي، وأخي مبارك بن ناصر الشافي قال كلمة حق للجميع أنه مو بكل واحد يقدر يشتري من بداية الموسم، لأنك إذا بتشتري من بداية الموسم بتجهز، بتعرف الطير اللي أنت بتهد، وبتعرف الطير اللي أنت بتخليه للمقناص، فتنطر رب الأسعار تنزل علشان تأخذ التوازي أو تأخذ المميزات اللي أنت تبغيها في الطير، الطير اللي ثندوته واللي منكبه واللي الشاهين لها يعني توازي غير، فيحاول أنه يأخذ الطير ما يقدر يأخذه بسعر وقدر، في ينتظرون، لكن في انتظارك ذا المسابقة قدها جاية، تجهيزك له بيكون بسيط، هل هو بيعطيك وجهه وبيجهز على طول أو أنه بيتأخر، ولا هو مو بجاهز ولا هو حتى يعني مطربك لا في هدد ولا حتى في عرض يقدمه. يعني ابو سعيد لو نتكلم حتى كمتسابق او مثل ما قال يعني ضيفنا امس ابو محمد الكواري، حجه وحاجه مشاركه في المسابقه بشكل عام او حتى انك صيد ومقناص، لك انت يعني اول ما تشوفه في الطير اختار. أنا أول شيء أمسي على أبو محمد وأقول له ما شفناه عقب الهدد ما عاد شوفه، قال بعود عليكم ولا عاد عوده سالم من الشر، ما فيه هنا ما في شيء اسمه أنا بشتري طير للمقناص بس إني بدخل مسابقة، لا خلنا نقول 80، ما راح أقول 90، بقول 85% من اللي شاروا طيور يبغونها للمسابقة، عقب المسابقة فيه كلام، هل أنا بأقنص به او انا بخلص ببيعه ولا بخليه عندي وبدعيه، ولا الطير هو اللي يفرض نفسه عليك انك تقبض الطير عندك، والشاهين اصلا مقيضه بعد صعب، يعني مو بكل شاهين يقيض ولا هو كل واحد يقيض. يا ابو سيد يعني يختلف سواء كان للمسابقه او سواء لا لا، مو بلا كذا، اول شيء المقانيس ما عاد به مقانيس خلاص، يعني الله يطول عمار الشيوخ ويخليهم لنا اللي يعني يفتحون لنا جميع المجالات في الدوحة في قطر، أول شيء علشان نحافظ على ذا الهواية ونتمسك فيها ونعلمها عيالنا أو أخواننا اللي معنا،
ثانيا فافتحوا المحميات وبأسعار ما توجد، ما توجد، أنا أقول لك ما توجد بوفرة المخيمات الموجودة والسيارات أنت ما دفعت أنت شيء، يعني كأنك داخل المحمية وطالع بدون شيء، يعني إجازات كاملة سعر رمزي، سعر رمزي نعم. ما حد يتوقعه، ما حد يتوقعه، سمعت، واللي قايمين عليها جعلهم يسلمون وياك رياجيل شرواك وشروا من يسمعنا واللي حاضرين معنا، يعني ودهم يخدمونك بعيونهم، سمعت، على رأسهم طبعا رئيس أو المسؤول عن المحمية محمد بن نهار نعيمي الله يمسيه بالخير، هو كل إخوانه اللي معه، ف يعني التجهيزات دي كل بيها تخليك تزيد محبتك للطير وقنيانه ومحافظتك على الهواية اللي أنت تحبها، لكن المقانيص اللي حولنا كلها وقفت، ما عاد في مقناص، مقناصك تقنص قطر أو تقنص مثل بعض الدول اللي مهي بحبارانا اللي حين نهد عليها حبارة إذا ما قصيتها أو شفتها ما 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 استفدت أنت، أو طارت عندك 100 حبارة 100 حبارة ولا هي بحبارك، يعني هددك عليها كذا اللهم من باب تسلية وطربة ما هو حب لها. ثانيا فالحين أنا أتخالف مع أو أختلف مع الربع اللي يقولون أنه يشتري الطير للمقناص وللمسابقة، لا أنا أشتريه للمسابقة، لأنه إذا فعل معي، أنا ما أتكلم عن الشيء، أنا أتكلم عن المسابقات الباقية كلها، إذا فعل معي حافظت عليه، ممكن أقنص به لكن الطير هذا حافظ عليه لأنه وصلني إلى منصة توفيق الله سبحانه وتعالى، وصلني إلى المنصة لازم أحافظ عليه للجاي لأني أبغيه للمنصات، ما عاد أبغيه لا يصيد حبارة ولا مشكوك، لو خليت يصيد حبارة مرة واحدة في السنة فخلاص ذكرته بها وخليته على وكرة. طير مرحبا، هذا أخونا علي العبيدة الله يمسيه بالخير، محلل عنة مرمي، سمعت يعني ما انا ما عادني الشاهين غير الشاهين باق نصبه الكروان باق نصبه الحباره بهده في المسابقات، لكن اني اخذ الشاهين على اساس اني ابغى اهده في المسابقه اذا نفع، لا انا ما خذيته الا ابغى ينفع توفيق الله سبحانه وتعالى، الا خلاص يوقف فيه نصيب، ولا واحد يدخل مع البواب هذي داخل الميدان على انه جاي اذا نفع طيري ولا بخليه المقناص، هذا الكلام مرفوض مرة، خير لا أوله ولا تالي، مستحيل حد يقوله إلا واحد داري أن مستوى الطير ده مهم مستوى الميدان، لكنه جاب، وهذا أنا أقول لك لو تدور على الصقيقرة كلهم قال لك أنا خذيت أبغي المسابقة أبغي أصيد حمامة فخر وتنومس. أوكي جائزتها تعني الكثير يعني لكل شخص مشارك في هذا التحدي، يعني حضر في بالنا أبو سعيد اللي تخرجوا اللي أو اللي تأهلوا وفازوا العام، الأعداد وأسماهم إلى اليوم موجودة في الذاكرة. راشد هم أنت قلت أن تخرجوا، هم تخرجوا، هم كلهم تخرجوا، الدخول هنا أكبر امتحان للثقة ولربطة الجاش وللتحمل وللصبر داخل، سمعت، يا رب يوفقهم أنك تحط، أنك تحط طبعا الشيك أو صورة الجائزة عندك، هذه تقعد سنين مو بيوم واحد، سنة بعد سنة، حتى لو ما عاد خذيت أنت غيرها، إن خذيت أنت غيرها فخير وبركة، أما خذيت أنت من الناس اللي حطوا بصمة في ميدان التحدي في مرمي، اسمه ميدان التحدي، مو هو تجي تجرب وتظهر مع الباب، ميدان التحدي ما يدخل فيه إلا واحد كل إمكانيات اللي عنده استنفذها على ذا الطير، أهم اللي يمكن خذ إجازة خلى جميع مشاغله ومشاويره كلها، صخر وقته كله للطير ذا، إمكانياته المالية والجسدية كلها للطير، تعذب البر والخلاء كلها علشان الطير، يعني سواء هو المقناص سواء النهار اللي أنت شايفه مقبل وهاده ذاك النهار وشايفه جايك على كل اللي أنت أبغي ذاك اليوم، يمكن استغفر الله ما أحد يفرح فرحتك، اليوم اللي أنت بتهده وبتشوف أنه فيه خلة ولا فيه ذاك النهار يمكن ممساك ما انت مرتاح توجس فيه، وش انت بتسوي وش الطريقة الأفضل انك تعدله بدون ما يتغير مسارها وبدون ما ينزل مستواه، يعني من الدواء من فيتامين من علف من بعدين الأشياء اللي الرياجيل يخسرونها على الطيور بشكل عام وعلى طيور المسابقة، العلف الأدوية الجهد هذه كل بيها ترى يعني مهي بسيطة،
ما هي بسيطة يعني، حنا نشوف الطير يجي ويدخل ويظهر ويرى عيل، بس اللي ورا دي كلها ما وصل هنا إلا قده يعني دافع ومضيع وقت واجد مع الطير ذا، وهو ما يعتبره ضياع وقت، يعتبره أنه أنا سهلة. هذا اللي أكيد يخلينا دائما نتوجه ونقول لهم نتمنى لهم التوفيق الله كريم، ويزيد عدد المتاهلين معنا سواء في نسختنا العاشرة إن شاء الله. لا لا لسه المجموعات. أنا أقول لك طير بدينا بداية، طير تركي طير تركي أعطانا كلنا معنوية دافع قوي ما في. أنا أقول لك خلى عبيد يعدل غترته، ما عاد قاعد القطرة ما عاد ركضت، مسافرين نتمنى له التوفيق. لكن تشوف المتسابق رقم 17 مشلش بن عيسى المسافري السند الله يوفقه، الله يوفقه، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. عطونا اسم طيره بس. اكيد هذه العلوم كلها بنسمعها الان. حمد الجميل مع المتسابق رقم 17 مشلش بن عيسى بن عبد الله السند المسافري، والطير اسمه البيرك، طير اسمه البيرك، ورب شاف ان شاء الله نشاف البيرق. عليه ترشيح من أخي الغالي خالد بن ظافر الدوسري، يرشح هذا الطير وبقوة، ومرحبا بك يا خالد. الطير هذا عليه ترشيح قوي من راعي شواهين من الدرجة الأولى، وفالك التوفيق يا البيرق، فالك البيرق، قول يلا نتعينه يلا. شبح أبشركنا راحة شمال شرق، يلا نتعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي، يا الله يا ربي وانت ربي، ما شاء الله لا اله الا الله. روحت صوب جبل مرمي، روحت المرمي، روح ابو سيار، روح 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 دام في سار روح، يا الله تعينه يا الله. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، يا الله تعينه يا الله، يا الله تعينه يا الله. اللهم صل وسلم على محمد. البيرق يا البيرق، تكفى يا البيرق، يا الله تعينه يا الله. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، ما شاء الله لا اله الا الله، يلا انت عينه، فالك التوفيق البيرك، حمامك الدومه، نقول يلا انت عينه يلا يا هادي دليل. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، ما شاء الله لا اله الا الله، يلا انت عينه يلا، يلا انت عينه يلا يا قيصر ابو سيار، ما شاء الله لا اله الا الله، يلا يا ربي وانت ربي، يلا يا ربي وانت ربي، يلا بتوفيق من عندك يلا، يلا بتوفيق من عندك يلا، يلا بتوفيق من عندك يلا. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله يا البيرك، البيرق البيرق، يلا في البيرق يلا، يلا في البيرق يلا. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، اشكرك يا ابو سيار، ما شاء الله، يلا انت عينه يلا، يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، بارك التوفيق، بارك التوفيق، ما شاء الله، يلا انت عينه يلا، يلا انت عينه يلا، انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، يلا يا ربي وانت ربي، يلا يا ربي وانت ربي. اللهم صل، انتبه يا رعلجي، رعلجي انتبه، خطم عليه موتر من قريب يا الربع وضيعت، اشوف اشوف اشوف، روح 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 ابو سيار، روح روح روح، يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، كبار السيارات يجي بيني وبين الطير، ما شاء الله، روح روح ابو سيار، اشوف ظهرنا ظهرنا الغبار، ما شاء الله لا اله الا الله، يا الله انت عينه يا الله، يا الله انت عينه يا الله. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، ما شاء الله لا اله الا الله، يا الله يا ربي وانت ربي، يا الله يا ربي وانت ربي، هذا حدر شمال يا الشبح، يا الله انت عينه يا الله. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، ما شاء الله لا اله الا الله، يا صف صف وتنفض، عود يطرد حظنا اوفر.
والطير اسمه شلفة 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 يا شلفة يلا نريد حمامة اسمها دخان دخان ولا شلفة مرحبا يا شاوي والله اني صادق يلا نعيد يلا راعي شلفة انا ما ابغى اعلق وهو مقبل على المنصة ما ابغى الده من المنصة وده الحين مشير بسعدك قالك والله طيب قالك والله طيب يا شلفة شلفة يا شلفة يلا هنتعيده يلا يلا بالناموس يلا حن شلفة يلا يا ربي وانت ربي تياسر قريب والحب طيب قريب 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 ان شاء الله انا قريب ويا الحق لا يضك ذا الحمامة بتزبن بحيل الله وطاعت يلا هنتعيده ودي 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 شمال 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 المنصة يلا انتعينه يلا بروخة ان شاء الله انا بروخة يلا انتعينه بتجمل 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 اللهم صلي وسلم عليك البلد والف الف 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 مبروك الف مبروك تستاهل يا راعي شلفة مبروك
Thank you.
لك واشكر مشاركتك يا اخوي فهد. طبعا من المعسكرين في مرمي. وفالك التوفيق. والطير اسمه شقرة على صرخة شقرة، يقول امس سمينا الاستاذ على حول منطقة تنبك واليوم شقرة. شكومك تكفى يا شقرة؟ تياشر تياشر، لا تروح شقرة، روح شمال شمال. يلا انت عينه، يلا ربي يرتب عينه صوبه هي الحين. اه والله الصف، لكن عينه نشبت شمال، ما ادري ايش جنوب، ما ادري ايش عنده. إذن أعزائي المشاهدين، لن نستسلم يا عبيد، دائما يرددها هالشواهين، وبالفعل مع ثاني المتأهلين معنا في مسابقة هدد التحدي ناصر بن فهد بن ناصر الخليل الشهواني، نبارك له. مثل ما نشوف أعزائي المشاهدين بعض اللقطات اللي كانت متواجدة معنا أو متواجدة معنا على الشاشة، بسعيد نقول لهم ألف مبروك، يستاهلون الناموس. ثاني متأهل معنا اليوم مختلف، يستاهل ابن خليل الشهواني، والله يبارك له في حلاله وبيض الله وجهه اللي نومه سنا. وانا سمعت انه مسمي الطير ظهر الريان او شيء، فنقول له الله يبارك له، طير طيب حلال عز الله انه يعني اختار، يستاهل. وان شاء الله ان الفال لاخوانه الباقين ان شاء الله. سيد هو اللي مر علينا وقت دخولهم للميدان ووصى على رقم 18. نعم، هو اللي رفع يده ويستاهل، كفو يستاهل. نعم، لكن حتى يعني حتى هدد الطير طيب طيب جدا جدا، يعني ما عطانا فرصة، احنا كنا واقفين برا الاستديو ما عاد قدرنا نعود الاستديو. رحنا كلنا نبغى نشوف الطير، نبغى نشوف الحمامة، ردها غصب، هذا على كلمة حمد حلف عليها ما تعدى المنصة، ردها غصب، مهي باللي نزلت بروحها. والطير طبعه طيب، حتى يوم شاف الحمامة بتنزل قل روحها فوق، يمن ان الحمامة ما عادها فارطة، يعني ان راحت. وكان لك تعليق قبلها، يعني نشوف انه يرتفع ودريت انت. نعم، بعد توفيق رب العالمين. نعم، بيزبن توفيق الله سبحانه ويستاهل. نقدر نقول بسعيد ما زلنا نطمع في المتاهل الثالث ان شاء الله، الشباب كلهم موجودين، وهذا النخس اعتقد شوف دخوله الى ارضية الميدان. مسير عبد الله فخر تغير من شوية الشاشة جدا، هذا الخويط العجمي عبد الله بن جاسم، عبد الله بن حمد بن جاسم. نعم، العجمي نتمنى له التوفيق ان شاء الله. سابق كم رقم يا ابو سلطان؟ ننتقل الى حمد الجميل نسمع التالي. المتسابق رقم 23 عبد الله بن حمد بن جاسم الخويط العجمي، والطير اسمه ازعاج، والحمامه سميها علي بن سلطان فرصه، يقول من اضعف الحمام الموجود، لكن ان شاء الله نبي الحق يصيد، والله جناحها قوية بالسلطان، لكن فرصة إن شاء الله ما يبراها على إزعاج. اليوم إزعاج موجود، سعد الحمدان موجود، قول يلا انت عينه، يلا يلا في التوفيق، يلا يلا جعل فالك إن شاء الله من الفال العلي وفال الشهواني، الله عينها على المنصة.
ودي اصيح عليه يتروع عشان يطق المنصة يلحق الحمام. يلا انت عينه يلا تكفى يا ازعاج. ازعاج هذا الاول على فخر الاجيال. ازعاج تجهيزه حطتين هم بنج. يلا انت الحمام فوق في فتيرة يا ازعاج. جيب حولك يا ازعاج. لكن ان شاء الله ان الله بيعينه بيلحق ويصيد. جيتكم الطيور ان شاء الله طير رقم 24 خلوكم قريب ان شاء الله نبي نوصلكم بعد. لكن هذا ان شاء الله عاد له فرصه الى حيطه فرصه لا تخليها صف حظ اوفر. طبعا نقدر نقول تو ما زال مرمي ذا الحين اليوم مع اثنين متأهلين لنهائي هدد التحدي العروض من بداية اليوم وهي مميزة. لو انها في غير ذا المكان كان قلنا بسنا على عبيد، لكن في غير في المكان ذا لا والله نو. عاد عندنا تقريبا احنا الحين هد 23 عبد الله بن حامد بن جاسم الخويط العجمي يتمنى له التوفيق، واعتقد انه ما عاد سمع التعليق. فنشوف الظرف الهدد ذا وش اللي صار فيه. عندنا 24 25 الين 31 هذه الطيور كلها مطالبه انها ان شاء الله تثبت، ونقول ان شاء الله انفالها التوفيق والصيد اكيد. وبدايه اليوم مختلفه يعني حتى من دخول المتسابقين للميدان واحنا نشوف تواجدهم اعداد السيارات واضحه لنا صحيح. لنا الحضور صحيح. الموجودين عندنا رغبتهم بالفوز. عندنا مجموعتين دخلت واصلا حتى الهدد اللي صار والصيد خلاهم ينتشون اكثر للهدد. وعلى الاقل يعني عبيد تحرك اليوم يعني تمرن، ما عاد هم مثل كل يوم قاعد على الكرسي ولا عنده حركه ولا لا. اليوم قام يتفقد حتى الصناديق شيك عليها يشوف رب الحمام اللي فيها مستعد رب ما شيء منها بغاط ماخذ لها هجعه ولا شيء ولا ما سمع صوت. فالتحريك عنده زايد نتمنى له التوفيق. لكن نقول له يا عبيد يقولوا لك هالشواهين حرك حمامك واصلينك جايينك. بعدين للعلم علي بن خاتم المحشادي اليوم وحن داخل يقول بإذن الله إن شاء الله إن هالشواهين بيصيدون، بس يصبرون لا يستعجلون على الهدد وعلى كلنا يتوثق من طير. حن شفنا بعض الهددات اليوم بعض الربع استعجل على الهدد، لو ما كان فيه
يعني فرصة للإعادة كان راحت عليك وعلى طيرك. نعم. في الواجب أن الواحد يتوثق في طيره، يقبض الطير، حتى الطير اللي بعض الطيور ما تقدر من ساعة تأخذ منه كفخ على طول، أنت قدك عارف وضع طيرك، يعني حاول أنك تركز مع راعي الحمام اللي هده، بحيث أنك أنت برقك على رأس الطير من تما يبطل، علشان الطير حتى إلى كفخ عليك موثقة عقبها تهد قده شايف أو ناشب تنعين. ده طار الطير مثل واحد من الطيور اللي طار وراح يسار، الحمامة راحت يمينها وراح يسار، لو ما في قانون يعطيك، وهذا تشكر عليه اللجنة، تشكر عليه علي بن خاتم المحشادي وكل إخوانه اللي معه، لو ما أعطوه فرصة كانت عبك كله وتجهيزك وعنوتك راحت كلها. لكن نقول الله يجزاهم خير وبيض الله وجههم، نشوف استعدادات واحد من البلاد. هذا أعتقد بعد لا جاهز والله ما له الشيخ محمد بن خليفة بن ناصر بن جاسم على يد صالح المصرقع. صحيح أخينا الصقار، نتمنى له التوفيق. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ويكون ثالث متأهلين معنا، وأكيد بناخذ التعليق من عند حمد الجميل. أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا ومتوقع بعد يا أبو سعيد أن في إعادة، الطير ما شاف توحن نوصي لأن هذه حتى على الطير ممكن تأثر على الطير. بس أنا عندي لقطة فهد مخرجنا فهد الأنزي إذا يعيدها لنا لعبيد فخره، يعني اختلف تشوف الحين عكس الأيام الأولى يا أبو سعيد المجموعات الأولى، أما اليوم طلع جهده كله. قلت لك هو ما عاد ارتاح ما شاء الله، قد بغى يوصلها للعزبة ما شاء الله. شوف حتى القطة يوصيها، القطة ذي ترى مهيبة حمامة تقطلها، اللي توصى ودي يده معها كلها روح يبعدي. هل بنقول له سبب مثلا أكثر الطيور؟ هذا الحين نشوف يا أبو سيد الهدد الحالي له يعاد، وكنا نسمع تعليقه من حمد الجميل. الشيخ حمد بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني، والطير اسمه السافي، بيشفي عليها السافي الحمامة إن شاء الله من السافي. يا الله انتعينه، يا الله اللهم صلي وسلم على محمد، فالك التوفيق أبو زبن، فالك التوفيق ولدنا صالح مصرقع، وإن شاء الله نبي الحق ويصيد، اللهم صلي وسلم على محمد. ما شاء الله لا إله إلا الله، السافي يا السافي،
بتجبر ان شاء الله بتجبر ولا بيعلق الله انت عينه يلا اللهم صل وسلم على محمد كذا قبلت على المنصه وصدت لكن ان شاء الله نبي الحقها وبيصيدها بحيل الله وطاعت يلا انت عينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله السافي يا السافي تكفى يا السافي يلا انت عينه يلا يلا انت عينه يلا يا هادي يا دليل اللهم صل وسلم على محمد فالك التوفيق خلوكم قريب الاجر يقول قربوا عندهم خبر ان شاء الله ان الحمام ممكن تجبر عينها للجبنه ان شاء الله يلا انت عينه يلا يلا في الصمله يلا يلا في التوفيق يلا يلا يا ربي وانت ربي يلا انت عينه يلا ما شاء الله ولا اله الا الله قامت الدور يا ابو فخر الدور يلا انت عينه يلا اللهم صل وسلم على محمد انصمل ان شاء الله دقيقتين بحي الله وطعت انا في كفه تيامن ابو سيار تيامن تيامن اللهم صل وسلم على محمد زان جرى هذا الحين يا ابو صروح زان يا مصرقع زان اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله ولا اله الا الله صالح انصرقع طرد احنا بنطرد عنك بالنيابه اخويا اخواني ما فريق تيوتا زينكم لا تخلونا نتبع طيركم اركدوا يلا انت عينه يلا اللهم صل وسلم على محمد طرد عندنا زلو ما شاء الله لا اله الا الله سافي يا سافي سافي يا سافي ان شاء الله نبي يشفي على اجل حالها الشوافي في ذا ان شاء الله في ذا السوق ان شاء الله يلا انت عينه يلا اللهم صل وسلم على محمد سافي يا سافي يلا انت عينه يلا يلا انت عينه يلا اللهم صل وسلم على محمد شجوا الحمام يا سلطان رمزة ان شاء الله ان الشافي بيصيد الرمزة ان شاء الله يلا انت عينه يلا اللهم صل وسلم على محمد المأخوذة ما اشوفها اشوف الطير بس يلا انت عينه يلا اللهم صل وسلم على محمد يا هادي يا دليل ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله لا اله الا الله يلا يا ربي وانت ربي يلا يا ربي وانت ربي روح الويل يا ابو سيارة اشكرك يا ابو سيارة روح ذا الحين روح طير عندنا قريب انزلوه يا اخواني انزلوه عندنا عندنا تعالوا مع السهل لكم سهل هذا الصعب الاطاح تحنا انزلوه انزلوه يلا يا ربي وانت ربي يلا انت عينه يلا يلا انت عينه يلا صف صف يا ابو زبن حظ اوفر والله انها قد بغت تجبن لكن حظ اوفر بالمخاطر
عسير جوعان شي خل مرجلا والنعارة سابق رقم 25 سالم بن هادي بن سالم الحزيز الحبابي والطير اسمه فراج فراج مشروعه على كل ممدوح ياخذ قضاه اللي براشه حمي يلا تعينه يلا طالبينك يا فراج تكفى أيه معتلي الحمامة إن شاء الله أنا في كفة فعل الله وطاعت يلا تعينه يلا اللهم صلي وسلم على محمد ما شاء الله لا إله الله ترمي منه أبو سيام حمامة قدامه تحته إن شاء الله أنا تحته يلا تعينه يلا اللهم صلي وسلم على محمد ما شاء الله لا إله الله وجهت العزبة الوكرة وجهت يا أبو فخرو يلا تعينه يلا اللهم صلي وسلم على محمد الطير معتريها إن شاء الله أنا معتريها يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا هذه يدري سيام أنا أبو سيام ولا تبغى تروح لعزبتك يا الله تعينك يا الله اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا إله الله فراج يا فراج تكفى يا فراج صاد عشاح عند أبو سيام يا الله تعينك يا اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد مرحبا يا المداد وينك من دعوة طيورك تطرد الله يحفظك يلا يا ربي يلا تعينك يا الله يا ربي وانت ربي يا هادي يدري اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا إله الله فراج يا فراج ما شاء الله على فراج روح روح معسل معسل يسار يسار يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله يا فراج اذا قدرت قياما قياما ابو سيار معاي سهل ياتيك يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الله فراج يا فراج روح مسارك مضبوط يا ابو سيار اشوف يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله يا فراج مرينا على عزمتك ابو سيار انكم قهر طيب لاحق ان شاء الله لاحق ان شاء الله انه لاحق اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله عز الله حرضنا الوعر يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا شلون وانا تبو عرايك يلا تعينه ما شاء الله لا اله الا الله اللهم صل وسلم على محمد عرضنا اوعر مكان اخواني الاحبابي راعي الطير انتبه كانك ورانا انتبه ترى الوعر قدامنا الطير ما ادري هبت نصه ظاهر نصه العادة يطرد عادة يطرد عادة يطرد من بعده والله ما أدري هو يطرد ولا صف لكن إن شاء الله إن الله يعين والله ما أدري ظاهر إنه صف يلا تعينه يلا عادة يطرد وجهه وراه يلا تعينه يلا
يلا تعينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. مسارك مضبوط وقدرت ايام انت شيء بسيط. يلا تعينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. والله الربع الطير بعيد بعد الله اخفيه اخفيه اخفيه. يلا تعينه يلا. الله جعل فالك التوفيق. طيتي يا احبابي وانتبهوا تبوا اخويانا اللي ورانا انتبهوا. هاي هذا تعرضت البعض لكن ان شاء الله ان الطير هذا بتجون وتعينوها في كفه بحيل الله وطاي. شبابي تشوفني تشوفني يا شبابي يمكنك تشوفني شوف الموتر موتر ما موتر التعليق مرة طيرك على وجهة موترنا للحين بالضبط. فهذا المنجي يمكن عاد أبين في الشاشة اللي تبلغني لو رسالة الله لين.
الآن مع المتسابق رقم 27. تذكرون سالفة حمام؟ هذا اللي عليه السالفة حمام. هذا رأي السالفة راشد محمد بن راشد بن مبارك البوعنين. بارك التوفيق وطير شمع. عوك عوك يا علي الصليطي عوك. يلا ندعينه يلا. حلوة حمامة اسمها باندج. حمامة اسمها باندج يعني لواثة صح؟ يلا دعيني يلا تشبك تشبك. Thank you.
كان أعزائي المشاهدين يوم مميز، يوم مفرح لكل هالشواهين بتأهل اثنين معنا في المجموعة الرابعة لهذا اليوم، وأكيد الخير والبركة موجودين موجود في جميع المتسابقين المتبقين وفي المجموعات القادمة. أبو سعيد، يعني مثل ما تكلمنا في بداية اليوم، اليوم مختلف طبعه بشكل عام من الهدد اللي شفناه، من العروض المميزة، ضمننا متأهلين اثنين لنهائي هدد التحدي، وما زال عدد بسيط متبقي من المتسابقين اليوم والمجموعات الـ 14 المتبقية معنا في المسابقة بشكل عام. فالهم التوفيق اللي متبقين إن شاء الله. عندنا طير 29 رعية إن شاء الله يرشحه ويمدح، نقول فاله التوفيق. طبعا عندنا الطير اللي هو طير سالم بن هادي الحثيث الحبابي فراج. فراج يقول فراج مشروعه على كل ممدوح ياخذ قضاه اللي براسه حميه، ياخذوه ربعه الاولين ولا بياخذونه ان شاء الله التالين. طبعا احنا عاد احنا ننطر نتيجته، ما ادري ايش صار في الطير، وقف التعليق عنه والطير بعيد. الطيور الباقيه ان شاء الله انها تبشر بخير، الوقت زين. كسرت قاعده ان الجنوبيه تعومس الطير، ان شاء الله الجنوبيه ان شاء الله تاهل الطير اكيد. شوف راشد بن طالب مسعود، اي نعم، متسابق رقم 29 راشد بن طالب العذبي، نتمنى له التوفيق. ننتقل لحمد الجميل، انا سمعت طالب بن حمد بن مسعود العذبه، والطير اسمه اسعاف. واسعفنا يا اسعاف، تكفى يا اسعاف، حي والله ذا الطبع ارتفع من عندك تكفى. وعبيد مساك الله بالخير، عبيد فخرو مساك الله بالخير يا ابو فخرو، كيف الحال ابو فخرو؟ شلونك؟ اجيب لك ماي بارد؟ يلا انت عينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد. تكفى تكفى بكى تكفى، حدها على الحطب تكفى. جعل فالك التوفيق ان شاء الله، فالي ما يخيب اليوم. انا امس كنت تاهل ثلاثه ان شاء الله. يلا يا ربي وانت رب، يلا تعينه، يلا يلا تعينه، يلا تكفى يا اسعاف، اسعفنا يا اسعاف. اي تكفى ارتفع من عندك، لا تلف على ثلاثه، ترى اسوي لك خطه، والله انا اسوي لك خطه، توجي من فوق صف. حظاً أوفر يا رعي شعف. Thank you.
جمهورنا الكريم مع آخر المتسابقين لهذا المساء في هدد التحدي طير رقم 31 باسم سالم بن محمد بن سالم العذبة المري والطير اسمه السويد سويد الطير سويد إن شاء الله نختلف المتأهلين لهذا المساء يلا تعينه يلا ارتفع تكفى يا سويد سويد شبوك لكن طرد الحمام من تحت ارتفع تكفى يلا تعينه يلا سويد يا سويد روحت للوعر يا الشبح يلا ابوي يلا عليكم امر يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله ولا اله الا الله ارتفع يا سويد تكفى الحين تو طير عليه ارتفع ما شاء الله ولا اله الا الله طير ذا سبوك سبوك ولا ارتفع يطردها من تحتها وهو سبوك جناحه قوي خابر فيه زود ان شاء الله قدح على مستواها يا راح سويد ابشرك ابشر بالناموس ان شاء الله نستمر على ذا الطياره ابشر بالناموس يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله ولا اله الا الله نشوف الحمامه ونشوف الطير من النادر انك تشوفها اثنين مع بعض لكن ان شاء الله ان الله يعينه عليها ويقرب اكثر واكثر يلا تعينه يلا تكفى يا سويد لا حد يتعدى سويد اخواني يا اخوان خلوا سويد هو اياها اخر متسابقين لهذا المساء احنا كلنا معه اخوان اللجنه معه قناه الكاس معه يلا تعينه يلا يلا يا ربي وانت رب يا هادي دليل اللهم صل وسلم على محمد حلوه بذا الجناح اللهم صل وسلم يلا تعينه يلا يلا يا ربي وانت رب اللهم صل وسلم على محمد روح ابو سياره سجل شوي شوي يلا تعينه ما شاء الله على جناحه جناحه طيب طيب الطير جناحه طيب اللهم صل وسلم على محمد في زود من يوم طاره وهو في زود يلحقها من تحتها يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد اخواني هذا الطير تراكم جيت اوعر مكان في مرمي والله هذا انه وعر الوعر بعينه ويعلمه انتبهوا اخواني يا اخواني روح ابو سيار روح 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 ما شاء الله لا اله الا الله يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله سويد يا سويد تكفى يا سويد يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد يلا تعينه يلا سويد تكفى يا سويد املنا عليك ان شاء الله يلا يا ربي وانت ربي اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله يا على زيد اشوف 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 يا ابو سيار روح 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 اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ظهرني على السهل تكفى يا ابو سيار تكفى يا ابو سيار ظهرنا على السهل يلا تعينه كرك سلام يا الله عليك يلا تعينه خله قبل سيده اربع ما صار روح ابو سيار والله كنا صار روح روح ابو سيار ما انا مخليه لين قدري تحت الطير ادري هو صف ولا ما صف روح سبهم صف سبهم صف روح ابو سيار روح يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله لا اله الا الله يا الله يا ربي وانت رب تبهم سيدة الخير يا رب تبهم سيدة الخير طير عندنا روح ابو سيار يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد سويد يا سويد تكفى يا سويد طالبينك يا سويد عندك داخل عود داخل عود يا سويد روح تكفى لا تصب يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد حلوه من الجناح يا سويد ما شاء الله ولا اله الا الله يلا تعينه يلا عاد يطرد يلا تعينه صب هاك عاد يطرد صب تبريد الشاي ما اقلع الشاي ولا سمح روح ابو سيار روح روح ربنا يشوف ذا المأخوذه ربنا يشوف الطير مر على وجهه صف له صفتين لكن ان شاء الله نبي الحق الطير يلا تعينه يلا تكفى يا سويد تكفى يا سويد يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله يا سويد قول على الله يثبت مساره الله الله رح رح وراه رح وراه اشوف كان خربت كان عجبن ما يدرى بعيد الطير عاد يرمع هو محول روح روح شيد شيد طير عادي
يطرد وجهه شرق للشمال عن وراء الله رب بيشوفها تحت لكن عينه فيها 100% عينه في الحمام لا تعدونه يا اخواني لا حد يله يطير الحمام كنت تخر الحمام قدامه ولا تجبن أهلا أعزائي المشاهدين طبعا بعد ما تابعنا سويا آخر مشاركة معنا في المجموعة الرابعة وتأهل اثنين إلى النهائي هدد التحدي طبعا أبو سعيد لو نتكلم عن اليوم بشكل عام تأهل متسابقين اثنين للمرحلة النهائية العروض اللي كانت موجودة مميزة حتى من ناحية التوقيت من ناحية وجود المشاركين أيضا في مسابقاتنا اليوم الحمد لله على نهاية يوم سعيدة إن شاء الله على الجميع طبعا نبارك للي تأهلوا اليوم طبعا دائما كل مدرب بعد كل جولة عنده يشوف الخلل في فريقه فعبيد الليلة عنده الله يعينه عنده أمسية يمكن تكون شوي مزعجة لها ومتعبة لأنه بيقعد يصفي من جديد ويشوف الحمام ذا وش مشكلته اللي زبن راح عليها الحين حمامتين نسلها أعتقد كلها لازم يقطع الربع اللي في آخر تقريبا طيرين أو ثلاثة طيور شفنا طرد طيب وشفنا تعليق مميز من حمد الجميلة جعل ربي طول عمره وعمار السامعين اللي دائما يسعدنا ويسعد حتى الجمهور وهل الطيور بالتعليق الزين اللي ينسهم نقول إن شاء الله أتمنى أن بكرة إن شاء الله يكون يوم أفضل لأهل الطيور بالصيد أتمنى لهم إن شاء الله أنهم يكون هناك استعداد ومثل ما قلنا في بداية حديثنا قبضان الطير والثاقة أن الطير ما يطير من يدك إلا هو شايف يعني أنت الحمد لله رب العالمين عند إخوان وفي مكان يعني ما فيه لا إحراج ولا فيه إزعاج لك فحاول أنك توثق طيرك علشان ما يطلع من يدك إلا تكون الفرصة أولى ردة الطير ترى أحيانا ما تكون في صالح كنت أغلبه ممكن الطير ذا ما ينقبض على طول وممكن يبعد وممكن يتعب الطير فما يكون أفضل له أنك ترده وتهده على طول ما يخدمك ونتمنى التوفيق للجميع اللهم أمين طبعا علي بن سيد النور نشكرك على تواجدك معنا في قنوات الكاس كذا يكون أعزائي وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في الاستديو الخاص بهدد التحدي أكيد نبارك للمتأهلين معنا تركيب الناصر المشاركة رقم 8 عبد الله بن محمد العلي المعاضيد وأيضا ثاني المتأهلين في مسابقة هدد التحدي ناصر بن فهد الخليل الشهواني أكيد الخير والبركة في الجميع المتسابقين في الأيام المتبقية من الـ 12 مجموعة معنا في مسابقة هدد التحدي نذكركم أيضا غدا بإذن الله الفترة المسائية لبداية انطلاق بطولة الدعو محلي لفئة قرناس شاهين مثل ما هو واضح لكم على الشاشة و
وأكيد نذكركم بمتابعة برنامج العنه اليوم إن شاء الله الساعة 9 مع خليفة الحميدي لمناقشة تأهل الفائزين اليوم وأكيد أكثر القضايا المميزة عندنا هنا في مهرجان مرمي. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.